مشاهدينا صباح الخير وين ما كنتوا عم بتتابعونا. نحن وياكم مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهذه الأيام الحزينة، الأيام اللي فيها عم نودع قامة وطنية وروحية بنفس الوقت، أعطت الوطن والدين، أعطت المواطن والإنسان، أعطت العيش الواحد بهذا البلد والعيش المشترك، أعطت كل اللبنانيين من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب روح المواطنة، روح الحياة المشتركة، روح الإنسان اللبناني اللي لابد أنه يعيش بكرامة بعيداً عن الإذلالات اليومية اللي عم نعيشها بكل الأزمات المتلاحقة بحياتنا ويومياتنا اللبنانية. مشاهدينا، بوداع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة المفتي عبد الأمير أبلان، نحن وياكم منواكب هذا الوداع بأسى وحزن على الانكسارات المتتالية بهذا الزمن، زمن الانكسارات اللبنانية، زمن الخسارات اللبنانية، خسارة جديدة بتنضم إلى أرشيفنا اللبناني، إلى تاريخنا اللبناني، خسارة من خلالها منودع القامة الوطنية، القامة اللي اشتغلت للإنسان، كل الإنسان، كل الناس دون استثناء اشتغلت لألهم لحتى يكون الواقع أفضل، لحتى تكون كرامة الإنسان هي المحفوظة. بهذا النقل المباشر وبهذا النهار اللي نحن وياكم عم نتابع فيه مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بصرني بالبداية رحب بالشيخ حسن الشريفي إمام مسجد الصفا. سمحتك أول شيء تعزينا الحرة، الله يرحم سمحته وعوض بسلامة الله يخليك. الله يخليك. اليوم سمحتك مع فقدان سمحت المفتي، شو عم نخسر وطنيا ودينيا وروحيا؟ أول شيء صباح الخير للمشاهدين، صباح الخير لك ولكل العاملين بتلفزيون لبنان. لبنان بشكل عام بظل كل هذه الظروف نحن بحاجة إلى بعضنا، والكل بحاجة إلى قامة وطنية مثل الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان، قامة من الفكر، من الحوار، من العطاء، كان جسر تواصل بين كل الطوائف، بين كل المناطق، لأن لبنان بحاجة إلى هذا التواصل وحاجة إلى هذا، بحاجة إلى التفاهم حتى نخفف من الوطأة من الضغوطات الخارجية والضغوطات الداخلية إن صح التعبير. الإمام قبلان كان دائما يقول ليس لنا إلا لبنان، ليس لنا إلا هذا الوطن، وهذا الوطن نريده ولكن لا نريده معزول عن عالمه، عن محيطه العربي ومحيطه الإسلامي. علينا أن نتواصل مع كل الناس لمصلحة لبنان، علينا أن نحترم إنسان لبنان حتى يكون هناك احترام متبادل، علينا أن ننظر إلى حاجيات هذا المواطن، علينا أن نبعد الفصل المناطقي ولا يكون هناك تمييز بين منطقة وأخرى. فلذلك كان يركز على الإنماء المتوازن، كان يقول ابن الريف يجب أن يكون محترم، ابن المدينة يجب أن يكون محترم، ولكن يكون هناك توازن بين الريف وبين المدينة، باعتبار كان يقول دائما الكهرباء ليس لها طائفة وهي حاجة وطنية، البنزين ليس له وطن، الطحين ليس له وطن. فكان يقول عبارة مشهورة، ابن الجبل يحب البحر وابن البحر يحب الجبل. هذا النوع من التبادل سواء كان بالسياحي أو كان بالتواصل، فنرى بعضنا على الأقل، واللقاء يكسر الكثير من الحواجز. ليش احنا بحاجة لهذا اللقاء اللي كان يحكي عنه سماحة المفتي، التواصل بين الناس، التعارف أكثر، الناس تحكي مع بعضها، وخاصة بهذا الزمن اللي في كثير من التشنج سماحة؟ نحن الآن يعني افتقدناه، لأنه الآن بأمس الحاجة تماما إلى هذه اللقاءات، لأنه تلاحظ أنت الكثير من التصريحات أو الكلمات التوقعية المتزمتة نحن لسنا بحاجتها، بحاجة إلى كلمة طيبة، بحاجة إلى كلمة واعية، بحاجة إلى كلمة تقرب القلوب قبل العقول. هكذا أرادها الإمام قبلان. عادة كان يقول إذا أنت لا تريد أي فكرة طرحت رد عليها بالعمل، يعني رد. عادة نحارب الجهل ليس بالسيف، نحارب الجهل بالعلم. يوم من الأيام ترد بقوة، قال ليس الرد بإشكال وليس الرد بتصدي متزمن، إنما الرد يكون بمدرسة. فأسس حوزة علمية في حارة حراك وجعل يوم خاص للحياة
الحديث عن مزايا السيدة الزهراء التي هي نعم. الرسول نعم. يعني الرد يكون بالعلم بالمعرفة بالتثقيف بمحل محلات. سامحتك اليوم إذا بدنا نذكر سامحت المفتي بطبيعة الأحوال أبرز الصفات اللي يعني كل بيجمع عليها الوطنية الاعتدال الحوار، شو أبرز الصفات اللي تتذكرها؟ أبرز ذكات المحطات لما كان يبرم من الشمال إلى الجنوب عبر مع الغربي نعم. كان ينام بالسيارة، كان يأكل بالسيارة ساندوش على الطريق، كان مرهق يقولوا له تعبت كتير لازم نرجع بيرتفتاح نعم. تيجي يوم تاني متكفي بيقولن إذا أنا ما تعبت ما بيرتاح وطني، فنحن بدنا نتعب لحتى يرتاح وطننا نعم. كان يجي لعنده ناس دائما ينتقدوا إنه كان سمح، كان داره مفتوح للجميع، يقولوا له إنه في بروتوكول ليش عم بتخلد، يعني فجأة يفوت واحد عنده حاجة يفوت لعنده يقولوا له إنه لازم يكون في بروتوكول ما يفوت لجوا يضلوا برا نعم. يقول له وكيف يطول العمر إلا بنخدم هؤلاء الفقراء، يعني الدار المفتوح يعني يقول الناس يعيشون بأعمالهم وإحسانهم لا يعيشون بأجالهم نعم. فإذا نحن ما كان صدرنا رحم لهؤلاء الفقراء وندخل السرور إلى قلبه كيف الله بده يطول بعمرنا يدخل السرور تماماً إلى قلبه تماماً. يعني كان ما بده يكون، كان عنده المسجد اللي بيصلي فيه ببرج البراجلي أول نعم. ما أجى سنة 63 بيته بيبعد عن المسجد شي 500 متر أو 400 متر، كانت هالمسافة بسوق خضرة يمرق بسوق نعم. سوق البرج البراجلي نعم. كانت هالمسافة تاكل معه ساعة ونص ليوصل على الجامع، يعني يروح بيظهر بكير لأنه كان امرأة بتسأله عن منام يسلم على بائع الخضار يسلم يوقفوه بالشارع، كانت هذه طبيعته الترابية لأنه كان يقول دائما التواضع سمة آل البيت عليهم السلام، التواضع يجب أن نمشي على خطى محمد وآل محمد وعلى كل الرسل والأنبياء اللي كانوا يتواضعوا اللي كانوا هن ترابيين، فأنا لا أكون إلا ترابي، ويردد دائما يقول نحن من التراب خلقنا وإلى التراب نعود، فما بينهما يجب أن يكون عمل صالح لأن العمر قصير قياسا مع الزمن. يعني أقول. هذا التواضع اللي كان معروف عنده قربه من الناس تواصله الدائم مع الناس، يعني سامحتك بال2001 بعد التحرير بسنة تسلم رئاسة مجلس الإسلام الشيعي الأعلى كنائب رئيس بداية، من بعدها تمت الأمور بطريقة طبيعية حوالي 20 سنة بهذه الخدمة، لم يكن لم يتعب بقي إلى الرمق الأخير بكل أفكاره بكل تطلعاته، مؤمن أيضا بكل طروحاته، قديش كان عنده هاجس الوطن بأول خدمة؟ يعني هو حقيقة بعد وفاة إمام شمس الدين باعتباره نائب الرئيس والمفتي الجعفري مثلا تسلم زمام الأمور بالمجلس، إنما هو كان منذ أن أسس المجلس أسسه مع الإمام تماما موسى الصدر، كان شريك مع الإمام الصدر حتى لما كان مفتي جعفري، كان شريك مع الإمام شمس الدين حتى لو كان نائب الرئيس، ومن ثم تسلم لم يتسلم شيء جديد لأنه نفس الفكر اللي أسسه مع الإمام الصدر وتابعه مع الإمام شمس الدين هو ذات الفكر اللي حمله الإمام قبلان، لأن نفس الأزمات نفس الصراع، صراعنا مع العدو، التشنج الداخلي ببعض الأماكن يحتاج إلى أطفاء، العدو يحتاج إلى حزم، نفس المرحلة عاشها مع الإمام موسى الصدر بسنة 75 لما كانت الظروف الحرب الأهلية وكان الاعتصام كان مع الإمام بمسجد الصفا رفضا للحرب الأهلية، ب 78 أيضا عاش مع الإمام موسى الصدر باعتبار الإمام الصدر الاجتياح كان بأذار بينما اختطاف الإمام موسى الصدر ب 78 كان بآب، فهالمرحلة تقبل فيها كل هذه الآلام كل هذه الجراحات مع الإمام موسى الصدر وعالجها مع المواطنين اللي هجروا بسبب القصف الإسرائيلي والاجتياح الليطاني بما سمى آنذاك، ثم تحمل هم كبير بعد اختطاف الإمام موسى الصدر ب 31 آب الجريمة المعروفة اللي ارتكبها نظام الليبي مع معمر تماما. بكل أحوال يعني لقب بظل الإمام المغيب موسى الصدر وكان حريص أنه يحضر كل سنة الاحتفالات بمناسبة تغييب الإمام موسى الصدر حتى بصحته، يعني لما كانت صحته تعبت بال 2017 بعتقد كان بآخر حضور له، قديش كان حريص على هذه المناسبة قديش كان حريص على فكرة الإمام بنفس الوقت؟ هو مش بس كان حريص، يعني كان 20 سنة يلقي الكلمة
بس كان كل ما ذكر قدام الإمام موسى الصدر إما تغرورك عيناه بالدموع ويصفر ويأخذه الذاكرة لهذا التاريخ العميق مع الإمام موسى الصدر. كانت هي رحلة كبيرة عاشوها بلبنان، إنما تركوا بصمات كبرى بالوطنية. يعني الآن بتلاقي الحديث أو بتلاقي المجلس الشيعي أصبح محجة لحتى القلوب تهوي إليه، الأفئدة تهوي إلى المجلس الشيعي، لأنه كل عمره كان نبراس حوار، كل عمره كان جسر للتواصل وجسر للتلاقي. والإمام الصدر مع الإمام قبلان لما أخذوا أول مركز المجلس الشيعي بالحازمية، مش باب الوصادة في حطوه بالحازمية، حطوه بالحازمية إصرار على التعايش، إصرار على التواصل، إصرار على عدم فصل المناطق لحتى نكون كلنا مع بعض. ما بقولها منطقتك ما منطقتي، لبنان كله للبنانيين وللوافدين. صحيح. بكل أحوال عند وفاته لاحظنا التضامن الوطني، كل أقطاب الوطن، كل السياسيين، كل الناس، كل المرجعيات الدينية بكيت الإمام الراحل أبلان بطبيعة الأحوال. يعني النعوات كانت من كل الأمكنة، ابتداء من فخامة رئيس الجمهورية ميشيل عون، رئيس دولة، رئيس مجلس النواب، دولة الرئيس عيدان دياب، رئيس الحريري، البطريرك الراعي. هذا الإجماع الوطني حول شخصه، قديش نحن اليوم بحاجة إلى شخصيات عندها هذا البعد الإجماعي الوطني؟ نحن بحاجة لأن الشخصية الفكرية، شخصية الحوارية والوطنية موجودة. نعم. فشفت التفاعل من كل الأطياف ومن كل الطوائف مع هذه الشخصية، فهو شخصيته الضر الموجود، فأنت بحاجة بس لحكه. فكان كل ما يحكه الشيخ عبد الأمير كضرة كان يتفاعل يتوهج بطلاقي بحوار أصله في إسلامنا السمح. يعني لم نأتي بشيء من عندياتنا، من يطبق صحيح. الدين الصحيح، من يلتزم بتعليم النبي حقيقة، تعليم أهل البيت، هو التلاقي والحوار، عدم التمييز بين الناس. الناس صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظيرا لك في الخلق. ما بنقدر نحن نفصل حالنا. بالشرق الأوسط لبنان كان نموذج، الإمام قبلان كان يقول دائما لازم نحافظ على النموذج اللبناني المتعدد الأطياف والألوان، اللي هو العدو المباشر لإسرائيل، هذه الدولة السورية. وكل بلد مثل العراق، مثل لبنان، مثل سوريا، في هذا التنوع سوف يتعرض للحصار ويتعرض للتهجير، وإن كان على مراحل. يعني شفنا بالعراق كيف كان التهجير، كان يذكرها الإمام قبلان. شفنا بلبنان كيف كان التهجير اللي هو كان مخطط له. شفنا بسوريا كيف كان التهجير من أجل الفصل العرقي والفصل الطائفي. يعني دائما فكرة الوحدة، فكرة التنوع تغيظ العدو الإسرائيلي، وهذا الشيء معروف لبل. يمكن هي الفكرة الأكثر يعني كراهية بالنسبة للعدو الإسرائيلي، هذا التنوع، هذا العيش الواحد لمع بعضنا. وحدة لبنان أفضل وجوه الحرب مع إسرائيل. تمام. السلم الداخلي. تمام. 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 السلم الداخلي أفضل وجوه الحرب ضد إسرائيل. نعم. إذا كنا متكاتفين ولا إذا كنا مشرزمين هذا ضعف، والضعف يزيد العدو قوة. نعم. يعني سمحتك لأختم أنا وياك هذا اللقاء السريع، نحن وياك مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. كرامة الإنسان كانت نقطة أساسية عند الإمام. اليوم المواطن اللبناني كرامته تنتزع منه على جرعات إذا صح التعبير، قديش اليوم فينا نطلع على هذه النقطة؟ هذه النقطة الآن نحن ما أحوج أن نكون إليها، كرامة الإنسان اللبناني. كل لبناني مؤذى من هذا الوضع، وهو كان دائما يقول نحن نحترم الإنسان انطلاقا من الأديان السماوية ومن القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتاب عزيز ولقد كرمنا بني آدم. هذا الإنسان الذي كرمه الله لا يستطيع البشر أن يهين هذا الإنسان. والإهانة ليست بالضرورة بكلمة جارحة أو بكلمة ضاربة، إنما الإهانة تكون بالاحتكار الموجود الآن، الإهانة تكون بفصل المناطق، بقطع الطرقات، كل هذه إهانة للإنسان. هذه الطوابير اللي عم نعيشها بيومياتنا يعني للأسف. هذا كل إهانة للإنسان، لأنك تقترب من لقمة عيشه، تقترب من حاجياته، فأنت تضغط على الإنسان بكل شتى هذه الأنواع. يجب أن تكون يعني ليش نحن عادة بنحب يكون في حكومة، بغض النظر كنا من أيدها ولا من أيدها. نحن بحاجة، لأن البلد بحاجة إلى حكومة، والاستقرار لا يكون إلا بحكومة. الاستقرار السياسي والاستقرار الاقتصادي بده استقرار سياسي. هكذا تهدأ النفوس وتخف التصريحات ونربط الوطن
بالنظرة البعيدة لا نربطه بمفرق انتخابات نحرض هذا على ذاك من أجل كسب نائب زي. سامحتك أنا من جديد بكرر تعزينا وبدي أشكرك على هذه الإطلالة السريعة معنا عبر شاشة تلفزيون لبنان. سامحت الشيخ حسن الشريفي إمام مسجد الصفا، شكرا لك من جديد، عظم الله أجركم، شكرا لك. مشاهدينا رح نتابع سوا نحن وياكم بهذا النقل المباشر، ولكن نرجع بهذا الوقت إلى استوديو مع زميلتين بيا مخول وإيفلينا مهاوس. صباح الخير عن جديد مشاهدينا، أكيد شكرا للزميل جو على موافاته لألنا بكل اللي عم بيصير بالتعازي مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. ومنجدد ومنكرر تعازينا من قبل تلفزيون لبنان ومن فريق برنامج أحلى صباح، تعازينا لأسرة سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير أبلان، طبعا الأسرة الصغيرة أسرته بالمجلس الشيعي الإسلامي الأعلى، وحتى كل الوطن. اليوم لبنان فقد شخصية وطنية كبيرة، خاصة بهيدي الفترة الدقيقة يلي فعلا بتحتاج لأشخاص مثل سماحة العلامة حتى لتجمع ما تفرق، دايما تحكي بكرامة الوطن، بكرامة الوطن المواطن بالأرض، بتدافع عن حقوق الإنسان. كتار يمكن قدموا ببيانات ناعية لأسرته طبعا، إن كان بالمجلس أو حتى أسرته صغيرة، ولكن كان في إجماع على تواضعه وحبه للناس، قربه من كل شخص بحاجة لمساندة أو بحاجة لمساعدة، ولا مرة غاب عن الحق. ويمكن أيضا بعد 4 أيام من ذكرى تغييب صديقه يلي ترافقوا عبر سنوات طويلة الإمام المغيب موسى الصدر، قرر يفارقنا حتى بالدنيا التانية يترافقوا ويكونوا فعلا صوت للحق، وعلى أمل هيك يقدروا كمان من فوق يتمنوا كل الخير لهالوطن المأساوي. أكيد الفترة المأساوية اللي عم نقطع فيها، أكيد جو زميل جو رح يكون مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وبترافق أكيد بالاستوديو مباشرة أنا والزميلة بيا، أكيد حتى لي نكون معنا أبرز الضيوف. صباح الخير لإلك إيفالينا، وتعزينا الحارة للبنان وللطائفة الشيعية تحديدا، كون العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رحل، واللي هو كان صمام أمان للعيش المشترك، اللي كان كمان يجتهد كل حياته عالم وعامل، كان بنفس الوقت فاتح بابه للكل، كان بيته مفتوح للفقراء وللأيتام، كان يمد يد العون، وكان هو كمان بنفس الوقت إذا بدك صرح تحت من خلاله نقدر نمد العون ونكون بنفس الوقت ماشيين على خط الانفتاح والتعايش المشترك اللي لطالما نادى فيه. للأسف بهذا الزمن اللي عم نمر فيه اليوم قدنا احنا بحاجة لأمثال العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، خاصة مع الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بهالبلد. وكان أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يوم حداد وطني مبارح الأحد واليوم الاثنين على أنه يتم تشييعه بكرة إذا أراد بسبعة أيلول، واللي هو حداد عام تقفى فيه الإدارات والمؤسسات العامة. مستمرة التعازي أيضا لنهار الخميس. نعم. بأوقات معينة. طبعا طبعا، يعني تعزينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة وللوطن ككل. هيك رح نعطي اليوم مواضيع متعددة تتعلق بسماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان، حتى نتعرف عليه أكثر مع ضيوف كانوا قراب منه ومقربين منه، وضيوف يمكن عرفوا عن كسب أكثر. تفاصيل رح نعطيها هيك بصبحيتنا لليوم. البداية رح تكون مع النائب ميشيل موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، حتى نحكي عن رحيل الشيخ عبد الأمير قبلان. كمان بالإضافة لضيوف اللي رح تنضم لزميل جو مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، رح ينضم لألنا بالاستوديو الصحافي قاسم مأسير أيضا حتى لي يعرفنا عنه أكثر من وجهة نظره وحتى من ناحية قربه لإله. مضيوفنا أيضا لليوم الدكتور محمد الأسماك أمين عام اللجنة الوطنية للحوار المسيحي والإسلامي بلبنان.
وهيدي كانت هيك جولة لمحة على شو ناطرنا بصبحيتنا لليوم. إنما البداية راح تكون مع ميشيل موسى اللي راح ينضم لنا عبر زوم، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية. صار جاهز حتى نتلقى الاتصال مع ميشيل موسى. مثل ما بتعرفوا مشاهدينا، احنا معكم اليوم بنقل مباشر لتغطية وقائع التعازي لرحيل سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. رح نتوقف لحظات ونرجع. لا تنوم وستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة. سماحة الشيخ العلامة عبد الأمير قبلان كان إذا بدكم باع بالاعتدال والتسامح والوحدة الوطنية. تنحكي أكثر عن رحيل كبير من لبنان، ولطالما كانت أقواله جريئة وصريحة ومحقة بنفس الوقت. رح ينضم لنا نائب ميشيل موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، تنحكي معه أكثر. صباح الخير سعادة النائب ميشيل موسى، صباح الخير لإلك. ما بعرف إذا عم يسمعني، أنا ما عم بسمعه أبدا بالاستوديو، بس رح أقول كيف نعي سعادة النائب ميشيل موسى للعلامة الشيخ عبد الأمير قبلان. رحل الشيخ عبد الأمير قبلان رجل النضال والحوار والتعايش، كم نحن بحاجة لأمثاله. هيك نعي سعادة النائب، هو معي مباشرة عبر زوم تحت نحكي فعلا عيد الخسارة على الساحة اللبنانية، قدي هي اليوم كبيرة وبرحيله قدي فقد لبنان قيمة وطنية عظيمة. عم تسمعني سعادة النائب؟ ألو، هو معنا مباشرة بالصورة ولكن الصوت غير واضح. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير لإلك سعادة النائب ميشيل موسى، أهلا وسهلا فيك وتعزية الحارة لإلك. شكرا، بنعزيكم وبنعزي كل اللبنانيين بوصية العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان. نعم، يعني كنت سألتك اليوم عن الخسارة على الساحة اللبنانية قد هي كبيرة وقد فقدنا هامة وطنية عظيمة اليوم. حقيقة الشيخ قبلان يعني خسارة كبيرة، كونه أنه كان مثال على فترات طويلة من الزمن بعمل دائب من أجل مبادئ يعني واضحة كانت، خاصة بالظروف الصعبة اللي مر فيها الوطن بأيام الحرب اللبنانية، فكان حاضر دائما مع الناس، يذهب إليهم ويرى مشاكلهم لحلها ويقرب القلوب. يعني محل ما كان فيه يكون في إشكالية معينة كان يكون موجود ويحاول يحل هذه المشاكل اللي كانت موجودة بالفترات الصعبة من عمر الوطن بأيام الحرب اللبنانية، وكان يقعد أيام أوقات بالمناطق وخاصة في الجنوب من أجل يعني تعزيز روح التعايش والتوافق بين الناس، ومن أجل حل الإشكالات اللي قد تطرأ نتيجة الحروب الحرب اللي كانت موجودة. فكان يعني دايما مثال بمبادئ ثابتة وواضحة بمواضيع العيش المشترك والوحدة الوطنية والتعايش والتحابب بين الناس. نعم، يعني مثل ما ذكرت من شوي أنه شخصيته امتازت بالانفتاح والاعتدال، وإذا بدك كان صمام أمان للعيش المشترك. اليوم للأسف مثل ما بيقولوا انقطع الصمام وغادرنا، كيف بدنا نقدر نكفي بعد رحيله؟ كيف توصف شخصيته وما بعد شخصيته وما بعد رحيله؟ كيف بدها تكفي الأمور؟
يعني عمليا الناس بتحتاج لأمثال الشيخ بأيام الأزمات، لأنه بأيام العادية ماشي الحال، يعني بكون الناس عايشة براحة، لكن وجوده بأيام الأزمات كان مهم جدا. لكن أعطى مثال، وهذا المثال اللي عن طريقة التعاطي والتعايش والوحدة بقدر أنه رح يبقى مستمر. يعني وصم العمل من موقعه بالطائفة الشيعية بوصمة لبنانية متحابة متعايشة مع كل الناس، وبقدر هذا الأمر سوف يبقى. يعني هذا يعني الشيخ عبد الأمير من الأشخاص اللي بيتركوا أثر طويل وبيتركوا مبادئ أساسية تتبع فيما بعد، على أمل أنه كل من يعني سوف يكمل الرسالة يكون على هذا الخط وهذا الإرث اللي تركه الشيخ عبد الأمير أبلي. نعم، مثل ما معروف عن سماحة العالم الشيخ عبد الأمير قبلان أنه كان يدافع عن المظلومين ويوقف وقفة حق قدام الفقراء ويمد يد العون لهم. كيف بتوصف هذه الناحية بشخصيته للشيخ قبلان؟ الحقيقة كان بيته مفتوح على الدوام، وكان يتنقل بين المناطق يشوف حاجات الناس وأزماتهم ومشاكلهم الشخصية أو الخاصة والعامة، ويحاول يعني يلاقي حلول لهذه المشاكل والأمور. اهتم كثير بأمور الناس المعيشية، واهتم كثير بمشاكلهم بعائلاتهم بمشاكلهم الشخصية والخاصة، واهتم كثير بمشاكل الوطن. يعني ما كان يوفر فرصة على كل الصعد من أجل حلها بأيام الأزمات وما تلا هذه الأزمات، فكان دائما يعني دائم الحضور وينتقل إلى الناس ويذهب إلى الناس ويفتح بيته للناس من أجل حل كل هذه المشاكل. ونحن شهدناه حقيقة بفترات كتير عصيبة من عمر الوطن كيف كان فاتح بيته وقلبه للناس من أجل حل مشاكلهم والإشكالات التي تطرح. كما أسس عدة صروح علمية وخيرية تتعلق بهذه الناحية كمان. صحيح، اهتم كثير بالصروح اللي تأسست. يعني في صروح كانت مؤسسة الإمام موسى الصدر كان مؤسسة، يعني أعاده الله من غربته، واهتم فيها كثير، وهو أسس حقيقة كثير من المشاريع الخيرية الاجتماعية من أجل مساعدة الناس ومن أجل تعليم الناس، التعليم المهني والتعليم العلم العادي، من أجل تعزيز هذه المواضيع. وأخيراً طبعاً الجامعة الإسلامية اللي بتضم عدد كبير اليوم من الناس، واللي صارت بمستوى أكاديمي كتير عالي ومرتفع. نعم، إذا بدي أحكي أكثر عن سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان بالنسبة لدعوته للوحدة والاحتلال، وقديه كان شريك للإمامين الصدر وشمس الدين، وإذا بدك دفاعاً عن قضية العرب والمسلمين وتحديداً القضية الفلسطينية، كيف بتشوفها اليوم وكيف تقراها؟ يعني كان صاحب مبادئ ثابتة وواضحة بالأمور السياسية العامة في لبنان وفي المنطقة. يعني موضوع القضية الفلسطينية كان دائما يعني معه، ويهتم ويعمل من أجل يعني رأب صدع إذا كان موجود، لكن بالدفع باتجاه الحق الفلسطيني في أرضه، كما أنه كان على ثوابت يعني كتير واضحة بموضوع وحدة الوطن وأمنه وسلامته وانتماء الجميع إلى مفاهيم وطنية جامعة وشاملة. كان يسعى بهذا الموضوع ليس قولا، لكن كان رجل ميداني، كان رجل عمل ميداني، كان موجود دائما مع الناس، يعني يتكلم عما يؤمن به وعن قناعاته اللي هي قناعات وطنية بامتياز. نعم، على قصة رجل ميداني، فعلا عنده عدة إنجازات وطنية ودينية تتعلق خاصة بالقمم الروحية، إن كان بدار الفتوى، إن كان ببكركي، إن كان بدار الطائفة الدرزية أو بالمجلس الشيعي. يعني خبرني شوي عن هيدا التعايش يلي كان عم يشتغل عليه، وكان مصر على وحدة وطنية وعلى أنه يكون لبنان قبل كل شيء سيد حر ومستقل، ونكون نحن كمسلمين
مواطنين عايشين تحت هيك راية التفاهم المشترك. كان دائما من الداعين والمبادرين إلى أن إلى جمع رجال الدين في كل لبنان بكل المحطات والأزمات اللي كانت تصير بالبلد، فكان هو المبادر بهذا الموضوع، وكان طبعا أول الحاضرين، وكان يعني يحكي دائما عن المبادئ اللي حكينا عنها هلأ، اللي هي يعني أساس وحدة البلد وإنهاء مشاكله. أنا يعني بذكر كثير منيح على صعيد منطقتنا على سبيل المثال في الجنوب، فكان على تعاون دائم مع رجال الدين آنذاك رحمهم الله، المطران سليم غزال والمطران إبراهيم الحلو، من أجل لم الشمل ومن أجل التعايش بين الفرقاء. كان دائما يعني حاضر بهذا المنحة التعايشي بين كل الطوائف والأديان، وكان المبادر دائما بالاجتماعات من أجل توحيد الموقف وحل الإشكالات التي تطرأ في منطقة ما. وبالتالي ما في شك أنه كان مدرسي بهذا التوجه، تعاون مع كثير من رجالات الدين الكبار حقيقة بالمنطقة الجنوب، لكن أيضا على صعيد لبنان مع كل الرجال الكبار في الدين اللي كانوا كلهم على منحة الوحدة والتعايش ونبذ الخلافات بين الطوائف وعدم تحويل المشاكل اللي قد تطرأ في منطقة ما إلى مشاكل طائفية. هي مشاكل يعني كانت عامة عامة، مشاكل فقر ومشاكل أزمات يعني بمجتمعات مأزومة، بأماكن مأزومة، بفترات سياسية مأزومة في الوطن، فكان دائما يخفف من هذه الوطأة ويضع الأمور في نصابها بأن هذه الأزمات تصيب الكل، المسلمين والمسيحيين على كل مذاهبهم، وبالتالي كان يعني يرفع أو يأخذ هذا التحدي أو هذه المشاكل إلى مكان الصحيح، وأن لا تكون يعني مدعاة للشجار والخناق الطائفي وتحويلها إلى أماكن أخرى، وطبعا يسعى إلى حل هذه المشاكل كان على الصعيد الوطني العام بالتمسك بالمبادئ الوطنية العامة، وكان على صعيد الإشكالات اللي بتصير بين فرقاء يعني مختلفين، وهن كأشخاص وليس ممثلين لطوائفهم، كان يحطها بمكان الصحيح ويبعد المشاكل عن المناطق اللبنانية. نعم. مثل ما ذكرت ما كان يوفر مناسبة غير ما أن يكون باب للإصلاح والتفاهم والحوار، كونك نائب عن منطقة الجنوب، وبعرف قدي سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير أبالين كان يزور هيدي المنطقة وكان عنده حب لهيدي المنطقة، شو الرسالة اللي حملها لإلكن حتى تكفوا المسيرة؟ الرسالة رسالة الوحدة والعيش المشترك الفعلي الجدي وليس بالقول، ورسالة الانفتاح على الناس، بمعنى أنه يعني الناس المحتاجة اليوم هي البحاجة تنوقف حدها، وعدم تحويل الإشكالات والمشاكل التي قد تطرأ إلى وضعية طائفية أو أخذ إلى أماكن معينة طائفية وجعلها بنصابة ومحاولة حلها. يعني اليوم في اهتمام بالشؤون الوطنية العامة على الجميع اليوم أنه يهتم فيها، خاصة بأيام الأزمات وفي مشاكل الشخصية الإنسانية البشرية الاجتماعية الاقتصادية عند الناس، كمان الذهاب إلى يعني محاولة مساعدة وحلول لهذه الإشكالات الشخصية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية. نعم، مشكور سعادة النائب ميشيل موسى رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية على هذه المداخلة، برجع بجد التعزية الحارة لإلك وللبنان، أهلا وسهلا. شكرا. مشاهدينا منتابع احنا وياكم، لكن رح نعود لعند زميل جو لحود لمقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمتابعة وقائع التعازي. الدنيا لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة.
مشاهدينا بنرجع لكم مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى طبعا بوداع الإمام أبلان، الإمام اللي كان عنده البعد الوطني، بعد التلاقي بين كل الطوائف والمذاهب اللبنانية. بهذه المناسبة طبعا بدي أقول صباح الخير لمتروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس نيافة الحب الجليل مردانيال كوريجي، أول شيء الله يرحمه، صباح الخير. صباح الخير والعوض بسلامتكم والله يرحمه. أكيد مثل ما تفضلتوا سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، هذا الشخص وهذا الإنسان الرائع والعظيم اللي كان عبارة عن مدرسة بالفضائل والقيم الإنسانية، رجل محب مسالم وديع متواضع، وكان مثال لنا جميعا، تعلمنا منه الكثير، من حكمته، من ثقافته، من خبرته بالحياة تعلمنا منه الكثير، لأنه كان رجل وحدة وطنية، كان مثال بالاعتدال ومثال بالعيش المشترك، رجل يحب السلام مع أبناء وطنه أبناء شعبه، وبالتأكيد كان رجلا مقاوما بامتياز، مقاوما بفكره، مقاوما بإيمانه، بمبادئه، رجل عظيم جدا بالحقيقة. خسارته خسارة كبيرة للبنان، وبالتأكيد بالأكثر هو للطائفة الشيعية الكريمة التي نصلي ونطلب من الرب أن يبعث لهم وبخلف يكون على خطى وعلى مثال سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان. نعم سيدنا، قديش نحن بهذه الظروف الصعبة اللي عم بمر فيها لبنان والمنطقة بشكل عام، قديش بحاجة لرجالات اعتدال وفكر وطلاقي إذا صح التعبير؟ أنا مثل ما قلت قبل شوي، يعني رجل كان مثاله قدوة لنا ومعلم بهذه الأمور. لبنان نعم. بأشد الحاجة لأشخاص على مثال سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، لأنه عم نلاحظ في فتن وفي أمور وفي مشاكل وفي خلافات سياسية، إذا ما عندنا رجال مثل سماحته الله يرحمه يكونوا أشخاص صمام أمان لهذا البلد المبني على الطائفية وعلى المذهبية، فنحن بحاجة لأشخاص على مثاله حتى يكونوا هن صمام الأمان لهذا البلد، ويبقى لبنان معروفا بموزائيكه، بتنوعه، بكل أطيافه، بكل مذاهبه، يعطي صورة جميلة ورائعة عن هذا الشرق وعن اسمه كلبنان، نحن بالسريانين نسميها قلب الله. فخسارة هذا الرجل خسارة كبيرة لنا، ونتمنى الله ينعم على لبنان بأشخاص حكماء وقادة روحيين، قادة دين ودنيا، يخدمون المجتمع ويخدمون الوطن. سيدنا بنجدد تعازينا لسيادتكم طبعا متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس المطران دانيال كوريجي، شكرا لك وتعزينا الحرة من جديد. شكرا لك وشكرا لمتابعتكم والله يرحمه والعوض بسلامتكم جميعا. الله يخليك سيدنا، شكرا لك. مشاهدينا منتابع نحن وياكم مباشرة بهذا النقل المباشر، وهلأ نرجع من جديد إلى استديوهاتنا لنتابع بقية الفقرات المخصصة لهيدا النهار. شكرا. الدنيا لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة. عودة لكم مشاهدينا مباشرة من استوديو تلفزيون لبنان، ونرجع نتشكر الزميل جو على كل التفاصيل اللي عم بيوافينا فيها مباشرة من المجلس الشيعي الإسلامي الأعلى. اليوم مثل ما ذكرنا رح نكون هيك برحلة على حياة الراحل العلامة سماحة الشيخ عبد الأمير أبلان، حتى اللي نتعرف عنه أكثر، خاصة قربه من الناس، تواضعه، هالقامة الوطنية يلي خسرناها، يلي لعبت دور على كل الأصعدة، إن كانت الاجتماعية، الإنسانية، الدينية، السياسية، الوطنية، وكان دايما نقطة وصل ما بين الطوائف، ما بين الأديان، خاصة برحلته مع زميله وصديقه الإمام المغيب موسى الصدر. تنتعرف أكثر على شخصية
سماحة العلامة رح يكون معنا مباشرة من الاستوديو الصحافي قاسم قصير حتى يعرفنا أكثر عن العلامة. صباح الخير. صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين، ونقدم العزاء يعني للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى واللي قال قبلان لمفتي الجعفر الممتاز شيخ أحمد أبلان ولكل العلماء والمرجعيات الدينية بلبنان برحيل سماحة الشيخ عبد الأمير أبلان رحمه الله. أكيد تعزينا من جديد وشكرا لك. مشهور اشتهر أكثر شيء سماحة العلامة بجملته متى كان الوصل لا يجوز الفصل، كان دايما هيك يجرب يقرب وجهات النظر، كان دايما يدعي للحوار إن كان الإسلامي المسيحي أو الإسلامي بحد ذاته بالطائفتين. اليوم هيك بلمحة برحلة لمسيرته خاصة مع بداياته تقريبا بال74، خبرنا أكثر عنه. يعني سماحة الشيخ عبد الأمير أبلان هو شخصية يمكن مميزة بصفاتها اللي لها علاقة بالناس أول شيء، وأنا يعني بعرفه من خلال مجاورته في منطقة برج البراجني. هو كان إمام مسجد الإمام الحسين عليه السلام برج البراجني، وكان منزله قريب من منزلنا في برج البراجني، وكان ينتقل يوميا سيرا على الأقدام يعني من منزله إلى المسجد ويلتف حوله الناس يعني. وعنده ميزة كان هو رحابة صدره واستقباله لكل الناس. طبعا مجيئه إلى لبنان كان بقرار من المرجعية الكبرى في النجف الأشرف السيد محسن الحكيم، وأتى مع مجموعة كبيرة من علماء الدين اللي كانوا عم يدرسوا بالنجف واللي قاموا بدور تبليغي. رافق ببداياته الإمام موسى الصدر عند تأسيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ولاحقا الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله. وميزة هذه الشخصيات أنه كانت عم تلعب دور كبير بموضوع الحوار والتواصل بين اللبنانيين وبين المسلمين على مستوى العالم العربي والإسلامي. الشيخ عبد الأمير يمكن كان شخصيته أكثر شخصية قريبة للعفوية، يعني ما كان عن الجانب اللي يعني يمكن ما كان يركز يمكن عن جانب الفكر الأساسي بقدر ما كان يركب على التبليغ المباشر للناس، سواء بخطبه بمسجد الإمام حسين بداية أو بالمراكز اللي كان ينشط فيها يعني وصولا للمجلس الإسلامي. بلغة بسيطة كل العالم تقدر تفهمها ويكون قريب من الناس، يعني يفسرهم أنه الدين يمكن هو شيء حلو كلنا قادرين نكون عم نتبع دين معين ولكن بطريقة مش هالقد معقدة. صحيح. وقريب كمان كان من الشباب كتير، من الناس من الشباب. بيته كان مفتوح لكل الناس، عندما كان مقيم في برج البراجني كان بيته مقيم، حتى في المسجد كان يستقبل كل الشباب والناس. وعندما انتقل لاحقا إلى قرب دار الإفتاء الجعفري على منطقة بير حسن قرب مستشفى عكا، كمان كان الإنسان عندما يريد أن يلتقي به لا يجد حواجز، يعني هذه ميزة. وكان يتميز كمان بالجانب العملي، أنه أي إنسان لديه حاجة سواء ضمن المؤسسات الرسمية أو حاجة عادية كان يستقبله ولا يرد أحد، يعني كان دائما بيته مفتوح مركزه مفتوح. يمكن ظروف الصحية بالسنوات الأخيرة منعته أنه يستقبل الناس براحة، لكن بكل حياته أنا حسب معرفتي وحسب ما كنت أطلع على سواء مكاتبه أو منزله أو بيته ما في حواجز. هذه ميزة أنا برأيي كتير مهمة لدور عالم الدين في المجتمع، أن لا يكون حواجز بينه وبين الناس العاديين. صحيح. يستقبلهم برحابة يلبي حاجاتهم. الدين ليس فقط هو عبادات وطقوس، هو كمان خدمة المجتمع، إنسانية. أفضل الناس أنفعهم لعياله، يمكن أقرب الناس لله أنفعهم لعياله. كان هو يلتزم بقاعدة خدمة الناس، وسواء كان بموقعه الرسمي أو من خلال علاقته المباشرة بعلاقاته مع الجهات الرسمية. كان يمكن ما يعتمد كتير البروتوكول الرسمي، كان حسب كتير قصص وحكايات بلقاءاته الرسمية بالقمم الروحية كان يمارس العفوية. حتى عندما كنا نزوره إذا كان عنده ملاحظة كان يقدمها بإطار نكتة يمكن أو بإطار هيك حادثة معينة. لذلك كان ميزته هو رحابة صدره وحب الآخرين لإله. طبعا هو إجا بظروف صعبة سواء بلبنان أو بداية بالمنطقة بداية الحرب الأهلية بسبب الأحداث اللي كان عم بيعانيها لبنان،
لكن استطاع أنه يستمر بعلاقاته مع كل الأطراف والفئات. نعم، يعني بما أنك ذكرت أنه إجا بمرحلة صعبة وبهيدي المرحلة تحديداً كان في عنده وقفات دينية ووطنية عدة، خاصة لما كانوا يجولوا الشوارع، وفي صورة اشتهرت لإله بأحد شوارع بيروت ب77 بالحرب الأهلية، كان عم بيجول الشوارع مع الإمام موسى الصدر، وكان كمان أنا برفقتهم في الراحل غسان تويني. فاليوم هالشخصية اليوم الوطنية والدينية يلي ما ميزت بين غني وفقير بالمناطق، خبرنا عن هالمحورين. يعني أولا بالنسبة لهذا المشهد، طبعا الشيخ عبد الأمير أبلانك إضافة للإمام موسى الصدر يعني عاده الله لعبوا دور كبير بموضوع مواجهة الحرب الأهلية. يعني احنا نتذكر الإمام موسى الصدر أقام اعتصام شهير بمسجد العاملية، وشارك في عدد كبير من الشخصيات اللبنانية التي رفضت الحرب، والشيخ عبد الأمير كان إلى جانب سيد موسى، كمان لعب دور كبير بمنع ارتدادات الحرب بكثير مناطق. لذلك كان يعني ينتقل من منطقة إلى منطقة لمنع تطور الأحداث اللي حصلت وتحولها إلى صراع إسلامي مسيحي. ومنتذكر يمكن كلمة الإمام موسى الصدر عندما حاول البعض مثلا يهاجم قرية دير الأحمر، أنه من يهجم عليها كأنه يهجم علي، والشيخ عبد الأمير رفع سيد موسى بتلك الفترة من موقعه، إضافة لاحقا في موقعه في حركة أمل بالهيئة الشرعية، ومن ثم رئاسة المجلس الإسلامي، وقبلها كان نائب رئيس الشيخ خمسة الدين. بكل المحطات الشيخ عبد الأمير أبلان كان حريص على التواصل مع كل الفئات، مع كل يعني بيئات المجتمع اللبناني، وكان يعبر بعفوية وبصراحة عن المواقف بدون ما يفوت بسجالات أو جدالات معينة. لو سمحت أكيد رح نتابع بلقائنا، ولكن بدنا ننتقل لزميل جو مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى حتى يوفينا ببعض المستجدات. نعم إيفلينا، عن جديد صباح الخير لك ولكل المشاهدين. ما زلنا مشاهدينا معكم بهذا النقل المباشر من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، طبعا بمراسم العزاء بوفاة الراحل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام أبلان. معي مباشرة بهذا الوقت مفتي سور وجبل عامل سماحة الشيخ حسن العبدالله. سماحتك صباح الخير. صباح الخير. تعزين الحرة لكم. الله يعظم الله أجركم إن شاء الله وعزائي لكل اللبنانيين، لأن في الواقع نحن نخسر قامة من قامات لبنان، لا بل حكيم لبنان الراحل المقدس الشيخ عبد الأمير قبلان. نعم سمحتك، بالأزمة اللي عم نعيشها اليوم، الأزمة التي تكاد تبكي كل اللبنانيين، قديش خسارة هذه القامة الوطنية كمان دليل انكسار من جديد؟ يعني على كل، نحن لما بنعرف طبيعة العمل الذي كان يقوم به الراحل، تعرف أنك أنت تخسر ضرورة من ضرورات هذا الوطن. كيف كان يساعد الفقراء، كيف كان يساعد المساكين، كيف كان يطفئ الفتن ويقرب وجهات النظر ويواجه أهل الفتن من جر البلد إلى فتنة لا تحمد عقباه. فيغيب الراحل في هذا الظرف الصعب، فهذا الفراغ الذي سيشكله بغيابه، نسأل الله تعالى أن نوفق جميعاً أن نسد هذا الفراغ، ليس على مستوى الطائفة الشيعية فحسب، بل على مستوى لبنان، كل لبنان. تمام. لبنان يحتاج إلى شخصية مماثلة لشخصية الراحل الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان. نعم سمحتك، يعني عند وفاة سمحته الكل أجمع على صفة الاعتدال اللي كان يتحلى فيها، اللي كان من خلالها يتعامل مع كل الناس من مختلف المذاهب والطوائف ومن مختلف الأحزاب أيضا بنفس الوقت. قديش اليوم نحن بحاجة لهذه الصفة بظل كل شيء عم نمر؟ الله رحمة الله عليه الراحل كان يشكل صمام أمام وطن، ولكن لا يخلو البلد من أهل الحكمة وأهل الخير. سيكون هناك أيضا ممن تخرجوا من هذه المدرسة، المدرسة التي ابتدأها الإمام المغيب السيد موسى الصدر، الذي وقف في وجه كل الفتن، وخاصة في الحرب الأهلية عندما وقف الإمام المغيب يرفض الاقتتال الداخلي اللبناني، لا بل اعتصم في العاملية.
هذه المدرسة مدرسة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، هي مستمرة على نفس النهج وعلى نفس الخط. وهذه المؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى منذ التأسيس هي تعمل على نفس الخط وهذا النهج، منذ الإمام المغيب السيد موسى الصدر إلى الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى الراحل الآن الشيخ عبد الأمير قبلان. هؤلاء جميعا أسسوا الخطوة الأولى لهذا المسار، وستبقى سيبقى هذا المجلس الإسلامي الشيعي على هذا النهج، وخاصة نحن نقف في هذه القاعة تماماً التي بناها الإمام الراحل وأطلق عليها قاعة الوحدة الوطنية. كما أن هذه القاعة هي للوحدة الوطنية، أيضا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو منبر للوحدة الوطنية، وسنعمل جاهدين جميعا أن نكمل هذا الخط، ونسأل الله تعالى أن يلهمنا الحكمة الذي كان يتمتع بها الإمام المغيب السيد موسى الصدر والراحل الشيخ مهدي شمس الدين، ولا سيما مولانا الذي أطلقت عليه اسم حكيم لبنان. غيابه غاب حكيم لبنان، نعم، الذي منع الكثير من الفتن في الظروف الصعبة. نعم، على أمل استمرار المسيرة على ما هي عليه بنفس الخطى، بنفس الرؤية، بنفس النهج، نهج الوحدة ونهج الاعتدال ونهج الحكمة مثل ما سامحتك ذكرت. لا أختم أنا وياك سامحتك موقف معين بتتذكره برفقة سامحته، موقف وطني إنساني، بعتقد مواقف كثيرة، ولكن أنا بدي أقول أنا يعني أطاح لي شرف مرافقتي في كثير من الرحلات، نعم، في هذه الفترة الزمنية بعد رحيل الإمام المقدس الشيخ محمد مهدي شمس الدين، نعم، أطاح لي هو شخصيا وأولاني بعض الدور في مرافقتي، ولكن كنت أشاهده سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية أو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو في الجمهورية العربية السورية، نعم، في كل هذه المواقف، نعم، كنا نشاهده كيف يقرب وجهات النظر، كيف كان يعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول العربية مع بعضها البعض، كيف يحاول أن يقرب وجهات النظر بين الدول الإسلامية، نعم، مع بعضها البعض. أريد أن أذكر شيئا بأن الراحل رحمه الله عمل بجدية إلى تقريب وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما بين المملكة العربية السعودية، وهو كان يرى بأن هذين القطبين الأساسيين في العالم الإسلامي يمكن الاعتماد عليهما في تحدياتنا الكبرى، خاصة في مقدمتها العدو الأساسي هو إسرائيل. هذا ما كان يعمل عليه، كان يحاول أن يقرب وجهات النظر على المستوى السياسي الداخلي اللبناني، وكان البعض يرى بأنه عندما يطلق بعض التصريحات بأنه غير جاد، لا كان جادا، وكان يكلفني بين الحين والآخر بزيارات خاصة بعيدا عن الأضواء من أجل تهدئة بعض الأمور وبعض الخلافات سواء مع بعض القيادات السياسية أو مع بعض القيادات الروحية في لبنان. يعني على أمل دائما صوت الحكمة هو اللي يكون مسموع، وصوت الاعتدال وصوت الضمير والعقل. أنا أقول صوت الحكمة سينتصر وأبواق الفتنة ستخرس إلى الأبد إن شاء الله. أمين. أهلا وسهلا فيك معنا عبر هذه الإطلالة المباشرة، تعزينا من جديد لحضرتكم طبعا الشيخ حسن العبدالله مفتي سور واجب العامل. شكرا لك من جديد، تعزينا الحرارة. شكرا لك مشاهدينا، نرجع لاستديوهاتنا لنتابع بقية الفقرات المحددة لليوم. شكرا عن جديد للزميل جو على موافقته لنا بكل المقابلات اللي عم تتكلم عن سماحة العلامة عبد الأمير أبلين وطبعا مسيرته. بنرجع منتكفي حوارنا مع الصحافي طبعا قاسم قصير حتى يكفي لنا، كنت عم تحكي قبل عن بعض المواقف أيضا يلي كان بيتواجد فيها سماحة الراحل العلامة مع كمان سماحة الإمام موسى الصدر. كنت عم تقلنا يمكن بموقف صار بقلب الحرب، نعم، الأهلية. يمكن كما تحدث سماحة الشيخ حسن عبد الله، الشيخ عبد الأمير أبلان إضافة لسماحة الشيخ حمد مهدي شمس الدين الله يرحمه والسيد موسى الصدر سواء في موقع المجلس الإسلامي الشيعي أو في دار الإفتاء لعبوا دورا مهما خلال مرحلة الحرب لتخفيف أثار الحرب. طبعا يمكن للأسف الحرب كان حدث كبير وقرار كبير داخلي وخارجي، لم يكن بالإمكان وقف الحرب بشكل كلي، لكن على الأقل منع تداعيات الحرب في كثير من المناطق خصوصا في مناطق البقاع
حيث كان في محاولات لاقتحام بعض القرى البقاعية، ووقف الإمام السيد موسى الصدر وكان إلى جانب الشيخ عبد الأمير أبلان، وقاموا بجهود كبيرة من أجل منع حصول بعض الأحداث التي تسيء للتعايش الإسلامي المسيحي. كذلك سماحة الشيخ عبد الأمير أبلان تابع من موقعه أولا في دار الإفتاء الجعفر، لأنه هو كان المفتي الجعفري الممتاز آنذاك، كان دائما يطلق النداءات ويطلق وحتى يقوم بخطوات عملية لمنع حصول أي اعتداء له طابع طائفي في أي منطقة. صحيح. في ظل ظروف كانت صعبة كثير، نحن نتذكر تلك المرحلة الصعبة خلال فترة الحرب بوجود تنظيمات المسلحة وسواء لبنانية أو فلسطينية، ومن ثم بعد دخول الجيش السوري إلى لبنان عشنا مراحل كثير صعبة، ومن ثم الاجتياح الإسرائيلي لبنان. وكمان كان هو من الذين دعموا وساهموا في إطلاق المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي للبنان قبل 82، وكان إلى جانب الإمام موسى الصدر وإلى جانب العديد من الشخصيات التي أنشأ يعني كانت تتولى ما يسمى تحت عنوان هيئة نصرة الجنوب، البطرك خريش قبل ما يتولى البطرك صفير سدة البطركية المارونية، كان في هيئة اسمها هيئة نصرة الجنوب، وكانوا يتولون دعم الجنوب في مواجهة إلى جانب عدد كبير من العلماء من مختلف الطوائف. ميزة الشيخ عبد الأمير أنه باللقاءات حتى اللقاءات الرسمية كان يحرص على كسر البروتوكول التقليدي، يعني من أجل أن يقدم صورة عملية لهذا الحوار، يعني ما كان يعني كان أكثر يركز على التواصل المباشر، حتى عندما كان يستقبل سواء وفود أو شخصيات كان يعتمد الصراحة. يعني أنا عندي يعني كثير من القصص والروايات والحكايات التي تحكيها شخصيات سياسية أو من خلال نحن زيارتنا له، كان اللي حسب التعبير الشعب اللبناني اللي بقلبه بيحكيه، يعني كان يحرص على معالجة الإشكالات من خلال الكلام الصريح عنها. إذا كان هناك شخص ما هو يعرف عنه أنه لديه خطاب طائفي أو تحريضي، عندما يستقبله يشير له بشكل أو بآخر أنك أنت عم تحكي خطاب طائفي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أحيانا، من أجل تنفيذ هذا الاحتقان. وكان يستقبل الجميع، ما كان عنده أي إشكالية استقبال حتى من يختلف معهم أو من يسمع أنهم يحرضون طائفيا أو مذهبيا، وكان حريص على العلاقة الشخصية سواء مع مفتي الجمهورية سماحة الشيخ دريان عبد اللطيف دريان أو مع البطرك الرائب، رغم الظروف القاسية لكن بالفترة الأخيرة انقطع التواصل المباشر بسبب ظروف الصحية. وفي ظل هذه الأزمة أنا برأيي الأهم اليوم هو استكمال هذه المسيرة. يعني المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لم يؤسسه الإمام موسى الصدر كمؤسسة انفصالية عن بقية المسلمين أو عن بقية الطوائف، تم تأسيس هذا المجلس لإيجاد إطار، لأنه يعني معظم الطوائف باللبنان لديهم يعني حضرتك أطر. بتضم صوتك لصوت سماحة المفتي من شوي. نعم شيخ حسن عبد الله. نعم. هذه المؤسسة هي مؤسسة كما عبرت أنت يمكن بالتعبير ما نقول عن شيخ عبد الأمير، هي مؤسسة وصل وليس فصل. صح. نحن اليوم بظل ظروف صعبة يواجهها لبنان، وفي ظل عودة للأسف الخطاب الطائفي المذهبي الخطاب التقسيمي للأسف. الخطاب الفيدرالي، نحتاج إلى جسور تواصل. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، دار الإفتاء الجعفري، المؤسسات الدينية الأخرى يجب أن تلعب دورا باستكمال هذه المسيرة. وميزة يعني أنا مش عم بحكي من منظور مذهب الآن، ميزة المسلمين الشيعة في لبنان لعبوا دورا بكل تاريخهم أن يكونوا هن دعاة حوار مع سواء مع الطوائف الإسلامية أو مع الطوائف الأخرى. وكان رائد يعني سماحة العلامة كان رائد بكمان الوحدة الإسلامية، وخاصة كمان أيضا من الناحية الدينية ومن الناحية الثقافية، وحيث أنه كمان دعم وأغنى المكتبة الإسلامية الوطنية إن كان بأبحاثه إن كان بدعمه بطريقة مباشرة. كان هو يعتمد، أنا بتذكر كتيبات صغيرة، أنا بتذكر وقت ما عندما كنا نقيم في منطقة برج البراجلي وهو عنده جمعية اسمها جمعية التكامل، وأسس مدرسة لا تزال قائمة، مدرسة التكامل، وهناك قسم للكبار وقسم للصغار وما تزال قائمة قبل أن يتولى موقعه في رئاسة المجلس. وكان يحرص على نشر الثقافة الدينية بلغة
مبسطة للشباب للناس العاديين من خلال كتيبات أو من خلال الدروس التي كان يقيمها. نحن اليوم يعني أولا بحاجة لهذا النوع من رجال الدين. طبعا يمكن هناك رجال لديهم يعني صفة مفكرين، يعني يمكن بيقدموا أفكار وأبحاث للنخب أو للجامعات، هذه مطلوبة، لكن بالمقابل نحن بحاجة إلى رجال دين أو علماء دين يتحدثون بلغة الناس العاديين، حكيمين يعني، لا ويكونوا قريبين من الناس يعني. صحيح. هذه المسألة، وأن يربطوا ما بين الأفكار وبين الجانب العملي. يعني مش مهم أنا بس أقول للناس تكافلوا أو تعاونوا، لازم هم كمان يشكلوا نموذج للتكافل والتعاون. صح. من خلال مساعدة الناس بكل حاجاتها وعدم رد المحتاج. يعني احنا يعني كثير مهم سواء بالمنظور ديني إسلامي أو مسيحي استقبال من هو في حاجة، استقبال المحب المبتسم، انه مش إذا إنسان يحتاج إلى شيء ما عندما يأتي لزيارة عالم دين، هذيك بقول مثل المثل اللبناني بقوله إنه لاقونا ولا تغدونا. يعني أحيانا الكلمة الطيبة في استقبال المحتاج قد تعادل أحيانا مساعدته. صحيح. لأنه للأسف البعض يمكن يتعاطى بشكل سلبي خصوصا بظروف اليوم والاستماع له. صحيح، خاصة بهيدي الفترة. اليوم برأيك قديش رحيل العلامة رح يترك هيك مثل فراغ صغير خاصة بهيدي الفترة الدقيقة؟ يعني نحن طبعا ان شاء الله يعني بضل في هناك من يستكمل المسيره سواء عبر المؤسسات، لانه الاهم عندما اسس الامام موسى الصدر المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وبقيه المؤسسات كان يهدف الى ان لا يرتبط العمل بالاشخاص، وهذه مساله كثير مهمه. صحيح الاشخاص بيلعبوا دور مميز، كل شخصيه لها نمط، السيد موسى الصدر له طبيعته له خصوصيته، الشيخ محمد مهدي شمس الدين له طبيعته له خصوصيته، الشيخ عبد الأمير له طبيعته. الأهم أنا برأيي المؤسسات أن تستكمل الدور التوحيدي، دور الحواري، دور الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة، ودور الوصل. نعم. يعني طبعا هناك الآن مؤسسة أنا برأيي كتير مهم ترجع تستعيد دورها، وهي اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي التي يمثل فيها مختلف الطوائف، واللي كانت تلعب دور كبير بالعلاقة ما بين المرجعيات الدينية وتهيئ للقمم الإسلامية المسيحية. للأسف يمكن بالظروف الأخيرة تراجع هذا الدور. الآن نحن بحاجة إلى شخصية أو شخصيات تستطيع أن تكون عابرة للطوائف والمناطق، لأنه اللي صار في السنوات الأخيرة بسبب هذا الخلافات أو بسبب الانقطاع أصبحنا من النادر أن نجد شخصية قادرة. لا، في يمكن علماء موجودين أما في أطر الحزبية أو الحركية أو في المناطق، لكن شخصية مثل مثلا السيد موسى الصدر كان يجول لبنان وخارج لبنان من جنوبه إلى شماله، لم يترك يمكن قرية، ذهب إلى الكنائس إلى المساجد إلى القرى إلى الحدود. الشيخ عبد الأمير أبدان كان عنده هذه الطبيعة كمان أن يجول في معظم المناطق. سماح الشيخ شمس الدين سيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه أسس مؤسسات في كل المناطق اللبنانية، وهناك عدد كبير من علماء الدين الشيعة يعني لأنه الآن مناسبة لعبوا دور في الحوار، الإمام عبد الحسين شرف الدين، سيد هاشم معروف الحسني، الشيخ محمد جواد مغني، في سلسلة. نحن بحاجة إلى هذا الدور، الدور التوحيدي والحواري سواء على مستوى لبنان أو على مستوى الخارج في ظل الأزمات. يعني عندما تحصل أزمة، مش عندما يكون هناك أزمة أنا بدي روح على الخطاب التصعيدي أو على خطاب القطيعة. وهذا اللي كمان كان يتميز فيه سماحة العلامة، لما يكون في خطاب مثل ما حضرتك ذكرت تصعيدي كان أوقات يقتضي الرد بمطرح معين، ولكن يرد بطريقة بسيطة. صحيح. يقرب وجهات حتى النظر، حتى يحمل التليفون. أنا حسب معلوماتي إذا كان في مشكلة إشكال ما يعتمد فقط على الرد وعلى السجال، كان يحمل الهاتف يتصل بالجهات المعنية ليزيل هذا الالتباس أو لا يعيد التواصل سواء. صحيح. مع المرجعيات الإسلامية الأخرى، دار الطائف الموحدين الدروز، دار الفتوى، أو المرجعيات الدينية سواء الكركي سواء البطريركية الروم الكاثوليكي أرثوذكس. هذه المسألة أنا برأيي نحن اليوم بحاجة إلى هذا النمط من الشخصيات، يعني بحاجة إلى الشخصيات التي تستطيع أن تتجاوز حتى البروتوكول أحيانا على كافة الأصعدة، يعني الدينية والسياسية، إعادة
فرض الحوار والتواصل، مش انه انا بدي انطر اذا مثلا جهه ما طلعت بيان كيف بدي رد على البيان او كيف بدي اوضح. نحن بحاجه الى روح الحوار والتواصل العملي والمباشر والدفع باتجاه حل المشكلات وليس تصعيد المشكلات. يعني للاسف اليوم بعض الخطابات الدينيه او السياسيه تساهم في تاجيج الصراع بدل ما ان تساهم في تخفيف. يعني دور رجال الدين مش انه هن يساهموا بالتاجيج، لا، يساهموا بالربط وتبريد الجو اذا كان في جو سياسي. اذا كانوا السياسيون لديهم خلافاتهم فعلماء الدين يجب عليهم يتجاوز الخلافات. الشيخ عبد الامير ابلان رحمه الله عليه كان مثل هذا النموذج، بكل الازمات كان يلعب دور ل حتى ايام الحرب مع الفلسطينيين رغم شده الصراع احيانا كانت تصير، يتصل يتابع مع الجهات الرسميه، يتابع لمعالجه ازمات الناس والوضع السياسي. قبل ما نختم معك قاسم كمان رح نرجع نروح مباشره للمجلس الشيعي الاسلامي الاعلى مع زميل جو حتى اللي وافينا بكل تفاصيل مراسم العزاء. نعم، عن جديد شكرا لك إيفلينا، صباح الخير لكل اللي عم يتابعونا بهذا الوقت. مباشرة مرة جديدة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بسرني وصباح الخير لرئيس تحرير جريدة اللواء أستاذ صلاح سلام. صباح الخير. أهلا صلاح، وعوض عظم الله أجركم، الله يرحمه. أستاذنا يعني اليوم كان لافت جدا معالك الصباحي، يعني اللي عنوانته تحديدا إمام الوحدة والحكمة، وحضرتكم طبعا بالمسيرة الطويلة اللي خطوها بعالم الصحافة يعني رفقتوا الإمام بأكثر من مرحلة وأكثر من محطة، ليش هذا العنوان بالتحديد لو سمحت؟ بالواقع كان المغفور له فعلا إمام الوحدة والحكمة بما كان يمثل من قيم ومثل عليا لها طابع وطني بشكل عام وطابع إسلامي بشكل خاص، وكان يعتبر أن الوحدة الإسلامية هي المدماك الأساسي للوحدة الوطنية في لبنان وللعيش المشترك بين اللبنانيين. كان دائما وسيطة خير وكان دائما مرجع للحوار والاعتدال وللحكمة في الملمات وفي الأزمات. ولبنان اليوم في أمس الحاجة إلى قيادات بحجم ومستوى المغفور له لسماحة الإمام عبد الأمير قبلان، لأن بأمس الحاجة لعودة لتغليب الحكمة والاعتدال والحوار على ما عداها من الأنانيات والمحاصصات والعصبيات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، رحمه الله رحمة واسعة. أستاذنا في محطة صحفية لافتة بارزة برفقة الإمام تتذكرها، محطة وطنية عالجتها صحفيا، أي محطة فينا نتذكرها بهذا الوقت؟ بالواقع كنا دائما في الأزمات نلتقي ونعمل على إطفاء نيران الفتنة قبل أن تضرب رأسها على الشارع، سواء كان على الشارع الإسلامي أو حتى على الشارع اللبناني. وكان يعتبر دائما رحمه الله أن اللواء هي منبر الوحدة الإسلامية ومنبر الوحدة الوطنية، لدرجة أنه حرص على إهداء أسرة اللواء درع الوحدة الوطنية باسم المجلس الشيعي الأعلى، في وحرص أن يكون الاحتفال في منزله شخصيا حتى يعبر عن مدى تقديره للدور الذي كنا نقوم به معا في سبيل الحفاظ على أواصر الوحدة بين اللبنانيين. نعم، أستاذ صلاح سلام رئيس تحرير جريدة اللواء، شكرا لك، تعزينا على الحرة من جديد لحضرتكم، بعرف قديش العلاقة وطيدة كانت تسلم. مع الإمام، شكرا لك. نحن مشوارنا يعود إلى أكثر من ربع قرن مع سماحة الله يرحمه، شكرا لك. مشاهدينا رح نتابع سوا بهذا النقل المباشر، ولكن بهذا الوقت عودي من جديد إلى استديوهاتنا. عودة لكم مشاهدينا مباشرة من الاستوديو مع الصحفي قاسم قصير. بختام هذه الحلقة وبرحيل سماحة العلامة، شو الكلمة يلي بتحب تقولها لكل المواطنين ولعائلته؟ يعني أهم شيء استمرار هذه الرسالة وهذه المسيرة من خلال تعزيز مؤسسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. طبعا نحن أمام تحدي اختيار خلف لسماحته، نحتاج إلى شخصيات
قادرة على استكمال هذه المسيرة الحوارية والوحدوية. نحن اليوم في لبنان بحاجة لكل صوت وحدوي وحواري يعالج الأزمات، لأن اللبنانيين يعانون من أزمات متعددة. صحيح. اقتصادية، معيشية، اجتماعية، سياسية، أمنية، وضع البلد. الرئيس سليم حس كان عنده شعار يرفعه، أننا في وقت الأزمات يجب علينا أن ننشر الأمل للناس. نحن بحاجة إلى الأصوات التي تنشر الأمل، تعطي الأمل للناس رغم صحيح. الظروف الصعبة. لذلك ندعو الله أن يوفق سواء نجله الشيخ أحمد أبلان مفتي الجعفر الممتاز في موقعه في دار الإفتاء الجعفري، وقيادة مجلس الإسلام الشيعي الأعلى، نائب الرئيس الشيخ علي الخطيبة، بقية أعضاء المجلس، استكمال هذه المسيرة. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تأسس من أجل الحوار والوحدة. صحيح أنه أخذ صفة مذهبية شيعية بسبب واقع اللبناني، لكن لم يكن هدفه هدف مذهبي تعزيز المذهبية، لا، هدفه الوصل مع بقية اللبنانيين، حماية وحدة لبنان. والإمام سيد موسى الصدر كان من المدافعين، وسماحة الإمام الشيخ شمس الدين والشيخ أبلان، عن وحدة لبنان، عن دور لبنان، مواجهة كل من يستهدف لبنان. لذلك نحن بحاجة إلى هذه الروح الوطنية الحوارية. نتمنى ونأمل أنه يعني من يرث هذه المسؤولية الكبرى أن يتابع هذه المسيرة، وتعازينا الحارة لجميع المحبين، لجميع أكيد. أبنائه، كل المرجعيات الدينية، لكل الوطن، يعني هذه خسارة على صعيد الوطن. أنا برأيي يعني هذا التعاطف وهذا الاهتمام من قبل كافة اللبنانيين برحيل هذه الشخصية مؤشر أنه رغم الظروف الصعبة أن اللبنانيين يلتقون على الوحدة في تضامن أيضا كان، وهذا يعني هذا مهم جدا. يعني نحن نعرف يمكن إحدى الطبيعة اللبنانية والمشرقية هذا التضامن. نعم. وقت الأزمات نحن بحاجة اليوم إلى هذا الشعور بالتضامن والتكافل، مش بس بأوقات الرحيل، في الظروف الصعبة التي نعاني منها. أيضا شكرا لك الصحافي عاصم أصيل، تحية لتلفزيون لبنان. نحن نعتبر تلفزيون لبنان هو تلفزيون كل لبنان. صحيح. ونتمنى له المزيد من النشاط وبظل إدارته الجديدة يعني. إن شاء الله. شكرا لك على وجودك معنا. مشاهدينا أكيد منرجع منذكركم أنه يصلى على الجثمان الطاهر الساعة 2 بعد الظهر يوم 3 يلي بيكون 7 أيلول على الساعة 2 بعد الظهر، ومن بعدها يشيع إلى مثواه الأخير. طبعا تستكمل التعازي لنهار الخميس بالأوقات التالية من 9 الصبح لـ2 بعد الظهر، ومن ثم من الساعة 3 بعد الظهر لـ6 عصرا، طبعا في مقر مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. كمان رح ننتقل هلأ لزميل جو مباشرة من المقر حتى يوفينا بكل مستجدات مراسم الدفن. الدنيا لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة. مشاهدينا من جديد لليوم تحية صباحية وين ما كنتوا عم بتتابعونا هذا النقل المباشر من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. بصرني صباح الخير لأستاذ حسن يعقوب، وهو شقيق الشيخ محمد يعقوب، طبعا رفيق وصديق الإمام المغيب الصدر. أستاذ حسن صباح الخير. صباح. والله يرحمه، عوض بسلامتكم إن شاء الله. بتسلم، لبناني بيسلم إن شاء الله. أمين. يعني لافت أنه دايما يطلق على الإمام أبلان لقب ظل الصدر، ظل الإمام الصدر. قديش اليوم مهم هيدي الصفة
بما تحمل من أبعاد وطنية وحوارية وإلى آخره؟ سمحت لي من الشيخ عبد الأمير، هو مش ظل بس، كان ملاصقا للإمام الصدر طيلة حياته وجوده بلبنان، وكان دائما يعمل معه في كل المجالات وفي شتى المجالات. كان الشيخ عبد الأمير، سمحت الإمام الشيخ عبد الأمير أبا الآن، يعني يعمل بكل ما أوتي من قوة لتنفيذ المشروع اللي أسسه سمحت الإمام القادة سيد موسى الصدر، هو ورفاقه الأخ الرئيس نبيه بري وخي الشيخ محمد يعقوب وبعض القيادات. فكان التزام والتزام كامل، ليس فقط ظل، كان مقتنعا بأنه المشروع الذي يحمل الإمام الصدر من وطنية ومن إيمانية، وهذه الأمور كلها كان ينفذها بحذافيرة، وكان قادر على أنه إعطاء قوة مضاعفة. نعم. مع سماحة الإمام الصدر لإرساء هذا المشروع. نعم، قديش إحنا اليوم بحاجة لهذه القوة اللي عم تحكي عنها حضرتك؟ يعني الله سبحانه وتعالى ما بيخلي الساحات. نعم. ولكن هذه القامة يعني في إيدينا حقيقة، إن على فراقه كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، إن على فراقه لمحزونون. نعم. سمعته كان متواضع بطريقة يعني أنا عشرته. نعم. أنا شفته، أنا خلطت أنا وياه زيارات تقريبا يعني مش أسبوعية، بالأسبوع يومين أو ثلاثة أيام. نعم. كان يبين على مدى حبه للفقراء ومدى حبه للتواضع اللي كان دائما يمارسه، هاي واحدة. اثنين، نعم، كان رجل حوار مع جميع الأديان، يعني ما كانش متعصب. نعم. بذكر مرة قاعدين وكان في بعض الرهبان أو الأخوة رجال الدين المسيحيين، تلا الآية الكريمة وعم يذكر فيها الجلوس والحاضرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أشدهم أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنه نصارى. نعم. نعم. ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. هذا الأمر يعني جعلوا رجل الحوار من الطراز الرفيع، وقام بواجبه على أكمل وجه في رئاسة مجلس الإمام الشيعي الأعلى بعد غياب سماحة الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وقبله سماحة الإمام السيد موسى الصدر. تعزينا الحرة من جديد لك، وأهلا وسهلا فيك عبر شاشة تلفزيون لبنان أستاذ حسن يعقوب شقيق الشيخ محمد يعقوب، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. يعني مشاهدينا، تتوالى الفود المعزجة شخصيات من مختلف الأطياف المذاهب من مختلف الأحزاب، أيضا عم تأدي واجب العزاء. بينضم لي بهذا الوقت القس رياض جرجور، وهو الأمين العام لمنتدى التنمية والثقافة والحوار. أهلا وسهلا فيك أبونا. يعني أنا الأمين العام للفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي ورئيس منتدى التنمية والثقافة. نعم، والحوار. نعم، أهلا وسهلا فيك. قديش هيدي اليوم غياب الإمام أبلان بيعز عليكم، الإمام اللي كان دايما ينادي بالوحدة الوطنية؟ أول شيء طبعا رحيل الإمام بيعز علينا كفريق عربي للحوار الإسلامي المسيحي، لأنه هو حضن هذا المشروع، مثل ما أيضا حضن الله يرحمه الإمام محمد مهدي شمس الدين. وبنفس الوقت يعني رحيل الإمام اللي هو كان قامي كبير بهالوطن، رحيله هو ليس فقط خسارة للبنان والمسلمين في لبنان، وإنما للمسلمين والمسيحيين أيضا، لأنه سمحت الإمام كان عنده هذا الأفق الواسع، وكان عنده رحابة الصدر لقبول الجميع باحترام متبادل بكرامة إنسانية، وكان ينظر إلى الأمور بجدية وانفتاح. أنا اللي بحب نوه عنه، لأنه كثيرين حكوا عن العديد من الصفات الرائعة. نعم. عن سماحته، إن كان وطنياً، إن كان مع المقاومة، إن كان مع فلسطين. أنا بحب أني نوه بأنه أنا شخصياً من الأشخاص اللي كان دائماً أزور سماحته مع وفود من أوروبا ومن أمريكا. نعم. فيني أقر وأعترف أنه ما في مرة إلا ما كانت هذه الوفود تخرج وتأخذ تلك الصورة المشرقة عن الإسلام. نعم. الإسلام المنفتح المعتدل، الإسلام الذي طبعا غير معروف بأوروبا، مثل ما هن عندهم فكرة خاطئة عنه. تماما. لذلك فيني أقول أنه سمحتهم يعني من خلال النشاطات اللي كانت معه ومع الجميع، كان عم يعطي هالصورة الرائعة يلي نادرا
ما نشوفها في نعم 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 آخرين. يعني كسر هذه الصورة النمطية اللي رسمت عن الإسلام بمحل من المحلات، وخاصة يعني بالنسبة لحقوق الإنسان، حقوق المرأة. بالنسبة للعيش الواحد كان رمز، ونحن طبعا سنفقد له كثير. نعم، أنا بدي أشكرك القصريات جرجور يعني وتعزينا الحرة من جديد لحضرتكم. خليك أحر التعازي لجميع من هم في لبنان وخارج لبنان. نعم. برحيل سمحت الإمام. نعم. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا رح نتابع سوا نحن وياكم بهذا النقل المباشر مجموعة من الضيوف اللي انضموا لنا تباعا، ولكن بعد ما نرجع على استديوهاتنا لنستكمل حواراتنا المتتالية. الدنيا لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة. مشاهدينا من جديد عم نتابع معكم النقل المباشر مباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. كان لافت جدا صباح اليوم ما نشرته جريدة النهار بقلم دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وباختصار شديد بيقول دولته بأمان الله، يا مولانا يظل الصدر، العين تدمع والقلب يخشع، والأنفس تفجع مع رحيل الأتقياء والأنقياء، ولن نقول إلا ما يرضي الرب فإليه ترجع الأمور. طبعا نص وجداني بيعبر عن مثانة العلاقة بين الإمام الراحل وما بين دولة الرئيس نبيه بري، اللي فعلا كان من لحظات الوفاة الأولى متوجه إلى المستشفى لحتى يكون إلى جانب العائلة وإلى جانب كل محبي الإمام الراحل. بيسترني أيضا أقول صباح الخير للدكتور سعد الزين نائب رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية. دكتور صباح الخير. صباح النور. تعزينا الحرة لحضرتكم أيضا. يعني أكيد تعزينا لألنا وللكم وللجميع المشاهدين، وتعازي للبنان ككل. علم من أعلام لبنان منقول انطفى سقط، هو اللي كان حامل رسالة علم، رسالة ثقافة، رسالة دين، والأهم من كل هيدا الشيء هو رسالة الاعتدال اللي أخذها من إمام موسى الصدر، وهي كانت رسالة التعايش الإسلام المسيحي. وبهذه المناسبة بهذا العزاء حب أتوجه للجميع، وأنا بحب أستنكر بعض الأصوات الناشزة اللي طلعت مش من زمان وعم تحكي بالطائفية بطريقة مش محبزة ومش مريدة. نحن بهذا العزاء عم نشدد على التعايش الإسلام المسيحي وعلى الطائفة وعلى قدرتها على إنها تكون بالنسيج الوطني اللبناني والدفاع عنه. عزينا كتير كبير لأهلنا وللبنان وللمحيط العربي بهالفقدان الجليل. نعم، نعم دكتور، يعني نحن بنعرف إنه الإمام الراحل هو رجل وطني، رجل دين، ورجل علم بنفس الوقت. عنده مجموعة كبيرة من المنشورات اللي من خلالها أطل على مجموعة من العلوم. صحيح. اليوم بصفتك أكاديمي كيف فينا نطل على هيدي النقطة لو سمحت؟ يعني أكيد نحن كتير مهم العلم بتثقيف النفوس، يعني الدين أكيد مهم بيثقف، بس العلم والكتابات والديوانيات اللي كانوا عم بيعملوها وبيسأل كان سماحة الإمام عم بيصدرها، هيدي كتير مهمة لتعطينا الفكر الوطني الإنساني الديني الصحيح للأجيال القادمة. نعم إن شاء الله. نعم. أنا بدي أشكرك دكتور على هذه الإطلالة السريعة. أيضا تعزينا من جديد. تعزينا الحارة للجميع. شكرا لك دكتور سعد الزين نائب رئيس الجامعة اللبنانية الأمريكية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا يعني الوفود من كل لبنان إذا في يقول من كل الطوائف والمذاهب من كل الأحزاب كبار صغار موجودين فعلا ليقدموا واجب العزاء وليكونوا عم بيعملوا هيدي الوقفة الأخيرة إلى جانب الإمام الراحل. نحن وياكم رح نرجع من جديد بمجموعة رسائل مباشرة، ولكن أيضا عودة لاستديوهاتنا لنتابع فقراتنا من داخل استديوهاتنا بتلفزيون لبنان. لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة.
ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة. مشاهدينا عن جديد عودة لكم نحن وياكم بهذا النقل المباشر مباشرة مرة جديدة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. ينضم لنا معالي وزير الثقافة والزراعة بحكومة تصريف الأعمال أستاذ عباس مرتضى. معاليك أول شيء تعزينا الحارة لحضرتكم. إن شاء الله بتسلم، منعزيك ومنعزي كل الشعب اللبناني، منعزي الأمة الإسلامية بخسارة الإمام عبد الأمير أبلان، رفيق درب الإمام السيد موسى الصدر ومن المؤسسين لهذا المجلس. نحن بنعرف هيدي الخسارة لا تعوض، وخاصة أنه الإمام عبد الأمير أبلان لطالما أكمل مسيرة الإمام إلى جانب دولة الرئيس نبيه بري، ولطالما كانت لغته الحوار والوطنية والطلاقي. لذلك اليوم لبنان والعالم الإسلامي يفتقد قامة كبيرة وخسارة كبيرة لا تعوض، وخاصة بهذه الظروف الصعبة اللي فعلاً اللهجة اللي والمنطق والحوار الذي يطلقه الشيخ عبد الأمير أبلان نفتقده في هذه الأيام، وخاصة أنه هو صورة الإمام السيد موسى الصدر في هذا الوطن في هذا الزمن العصيب. نعم، عم تحكي عن هذه الصورة اللي فيها تحاور، اللي فيها حوار، اللي فيها لقاء. اليوم بالظروف الحالية وخاصة يعني إذا صح التعبير بتداعيات تأليف الحكومة العتيدة المنتظرة، قديش نحن بحاجة لفكر الإمام الراحل، قديش نحن بحاجة لقدرته على الحوار والتحاور مع الآخر. لطالما هيدي المؤسسة المجلس السلمي الشيعي الأعلى هي فعلا محطة للحوار وللطلاقة. أيضا نحن بحاجة ماسة، وخاصة أنه دولة الرئيس نبيه بري أكد بأكثر من محطة أنه نحن بحاجة اليوم قبل الغد إلى حكومة بسبب الظروف الراهنة بالبلد، وخاصة نعرف أنه الأمور والاضطرابات اللي بدأت تكون بالبلد باتت لا تحتمل. لذلك نحن في بحاجة ماسة لحكومة بأسرع وقت ممكن. يعني على أمل هيدي المناسبة تكون هيك دعوة للكل تشديد الحوار. نحن إن شاء الله بنعتبر أنه اليوم مثل ما عم نشوف هذا الطليق بهذا المجلس، وأنه بنعتبر إن شاء الله بيكون بتعكس الصورة فعلا الحقيقية لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن. نعم، شكرا لك معالي وزير الزراعة والثقافة بحكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا من جديد عودة لاستديوهاتنا قبل ما نتابع بقية اللقاءات المباشرة من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. الدنيا لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة. شكرا لزميل جويا اللي كان بيوافينا بكل جديد عن مراسم الدفن والعزاء مباشرة من مقر مجلس الإسلام الشيعي الأعلى. نتابع أكثر، نتعرف أكثر عن سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان. رح نتابع كل المقابلات والحوارات. وهلأ بينضم لنا الدكتور محمد السماك اللي هو أمين عام اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي بلبنان، ويلي كان دايما يدعي له سماحة العلامة. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. أول سلامتكم. شيء تعزينا لألك وعود بسلامتك. يعني عم نشوف هالتضامن وهالكلمة الوحدة اللي الكل عم بيجمع عليها عن سماحة العلامة، التواضع، محبته للناس، كيف بقرب وجهات النظر، الحوار اللي دايما بيدعي لألو خاصة الإسلامي المسيحي أو حتى الإسلامي بطوائفه الاثنين. اليوم لبنان بظل غيابه ورحيله، الخسارة يعني قديش كبيرة، وشو يلي خسره لبنان؟ شوف، الإمام عبد الأمير قبلان الله يرحمه وقف حياته كلها في من أجل الوحدة،
الوحدة الإسلامية الإسلامية والوحدة الإسلامية المسيحية، وبالتالي الوحدة الوطنية في لبنان المتعدد الأديان والمذاهب. نعم. يعني إذا بدي أحكي وصفي فسأكون مجرد زائد واحد إلى عدد المتحدثين عن مزايا الإمام الراحل وحسناته وأقواله والآخري. أعتقد أنت مش بحاجة لهذا الموضوع. خليني أتحدث معك حول الأعمال اللي قام فيها لترجمة الوحدة الوطنية ببعديها الإسلامي الإسلامي والإسلامي المسيحي. العمل شيء والشعارات والأقوال شيء آخر. ممكن في هناك القاموس المحبة، مفردات المحبة خاصة عند الإمام الراحل، يعني واسع جدا، ويعني لم يسجل عليه في كل حياته وهو في موقعه كإمام وعلى رأس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، وحتى أيام تعاونه مع الإمام المغيب موسى الصدر والإمام الراحل شمس الدين الله يرحمهم، فلم يسجل عليه أي موقف يعني يتناقض مع هذا السلوك الوحدوي. صحيح. يعني أنا سأروي قصة غير معروفة. هذا اللي بدنا إياه نتعرف عليه أكثر. بدأت الأزمة السنية الشيعية في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين. لبنان بتعدده بصيغة العيش المشترك التي تشكل العمود الفقري للوجود اللبناني أخذ مبادرة. المبادرة كانت الإمام عبد الأمير قبلان، المفتي محمد رشيد قباني، الرئيس نبيه بري اللي هو كان أساس هذه المبادرة، والرئيس فؤاد سنيورة كان رئيس حكومة. نعم. الأربعة قرروا دعوة العلماء السنة والشيعة في العراق ليأتوا إلى لبنان ويكونوا ضيوفاً على المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الفتوى برعاية الرئيسين بري والسنيورة، ويبقوا ضيوفاً عندنا إلى أن يتفاهموا على حل الخلافات اللي انفجرت في وجه العراقيين بعد الغزو العراقي الأمريكي ونهاية صدام حسين. هذا المبادرة أنا كأمين عام للقمة الروحية الإسلامية حضرت البيان اللي سيصدر عنها الدعوة وبانتظار عقد الاجتماع. يوم الاجتماع المقرر بالساعات يتصل الرئيس نبيه بري، كان الإمام عبد الأمير قبلان في الطريق إلى دار الفتوى، يتصل به بيقول له رجع. شو رجع؟ قال له في عدوان إسرائيلي ما متوقعين أنه، اعتقدنا أنه عدوان محلي لكن يبدو أنه عدوان كبير، خلينا نأجل الاجتماع ما تكمل طريقة. صار عدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي على لبنان بستة تموز 2006. هداك اليوم بيقل الإمام عبد الأمير الله يرحمه كان من أسوأ أيام حياته، لأنه كان يعلق آمال كبيرة على هذا المؤتمر وعلى هذه المبادرة بإنعكاسها على لبنان
وانعكاساتها على العالم الإسلامي الخارجي. أجمع. هو على كل كان يؤمن بصلة الوصل ما بين دول المشرق خاصة المجاورة، إن كان من الناحية السياسية الاستراتيجية أو حتى الدينية، إن كان يعني الإسلامي الإسلامي أو الإسلامي المسيحي، وكمان أبرز يعني دعمه كان للقضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية كانت طبعا قريته، يعني رحت لعنده، دعانا مرة عنده في قريته في الجنوب، كأن امتداد لفلسطين أو فلسطين امتداد لجنوب لبنان، ميسل جبل يعني ميسل جبل فلسطين أمامنا. صحيح. يعني بالهذا وقت كنا هناك شعرنا كأننا رحنا لفلسطين. نعم. المحتلة فيها. لكن أنا الحقيقة بدي أكد على موضوع، هو أنه كانت هموم الإمام عبد الأمير قبلان وهموم المجلس من أيام موسى الصدر وشمس الدين وعبد الأمير قبلان، الهموم واحدة، هي الوحدة الإسلامية الإسلامية. صحيح. والوحدة الإسلامية المسيحية. الوحدة الإسلامية الإسلامية وصلتنا لباكستان. صحيح. يعني أنا ذهبت إلى إسلام أباد بتكليف من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى برسالة من المفتي ورئيس المجلس، كان الإمام شمس الدين، وكنا عملنا النص مع الإمام عبد الأمير الله يرحمه، للرئيس الباكستاني برويز مشرف، أنه شو عم يصير عندكم بباكستان من قتل ونسف ومتفجرات في المساجد وفي الحسينيات، شو هالجرائم؟ هذه بتنعكس علينا، بتنعكس على العالم. صحيح. الإسلامي كله، هذه جرائم بلاد. شرحنا له ليس انعكاساتها فقط بل كيفية احتوائها والتعامل معها. مزبوط. فسألني وقت الرئيس الباكستاني، طيب انتوا شو عاملين؟ ليش ما بيصير عندكم هيك؟ فقلنا له نحن عاملين مجلس إسلامي إسلامي يعالج الأمور من الداخل، ويعني يفكفك العقد ويسحب الفتائل قبل انفجارها ويقطع الطريق أمام الصيادين في الماء العكر. نعم. فهذا المجلس مهمته كذا، وقال دخيلكم إذا بتشكلونا مجلس من هذا النوع بتجوا بتشكلونا يمكن ممنونين. يعني كان العمل تبع المجلس إن كان برئاسة كل يلي ساهموا بتأسيسه، يلي هو لم شمل إذا بدنا وتوحيد وجهات النظر عند الطائفتين إن كانت السنية أو الشيعية. وقبل بشوي كان ضيفنا بالاستوديو الصحافي قاسم قصير، وقال يمكن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيحمل يمكن كلمة الشيعي، ولكن هدفه كان كل الأديان والطوائف الموجودة بلبنان وتوحيد الفكر والمبادئ، لأنه الله واحد بالنهاية، وهذا يلي كان يأمن فيه سماحة العلامة. صحيح. هو من وقت تأسس أيام موسى الصدر كان هذا الهدف. نعم. ولا يزال يعني، وترجم هذا الهدف الإمام الله يرحمه عبد الأمير بشكل عملي في مؤتمرات ولقاءات القمم الروحية الإسلامية. نعم. المسيحية اللي عقدت في كركي والديمان وبدار الفتوى ومجلس الطائفي، يعني كثير المناطق. فكان يعني في المرحلة الأخيرة كان وجود الإمام، لأنه يعني ما بدي بالغ في الوصف العاطفي، وأنا يعني كانت تربطني بالله يرحمه علاقة ودية عميقة، صداقة. كان رجلا محبا، رجل محبة. نعم. يعني لا يحب أن يجرح أي إنسان، صاحب لطيف في عبارته، حتى عندما ينتقد موقف ينتقد بلطف بلين بابتسامة، ويركب عليه هيك
نكتة لطيفة لتمرير رسالة عميقة. كان عنده هيك نوع من بيقولوا له هيك خفيف الظل دائما اذا كان بده يعبر. اليوم كمان ايضا سمحت العلامه كان يتميز بدوره ان كان بالانماء خاصه بالجنوب بالبقاع حتى على كل الاراضي اللبنانيه وكافه الاراضي اللبنانيه وصولا لاقاصي الشمال تحديدا عكار وطبعا بالتعاون مع الفعاليات الموجودين بالمنطقه. هذا الدور اليوم يلي قدر لعبه على مدى تقريبا 20 سنه أو 21 سنة من سنة الألفين، خبرنا عن هيدي الناحية عند سمحت. شوف في أدوار حقيقة بناءة عديدة زي ما عم تحكي، لكن في أمرين أساسيين حقق نجاح مذهل فيهم في الأمرين. الأمر الأول هو مستشفى الزهراء، والأمر الثاني الجامعة الإسلامية. الجامعة الإسلامية يعني أنا ابن دار الفتوى، لكن أنا يعني يجب أن أعترف بأنه أخذنا امتياز الجامعة بدار الفتوى بنفس السنة بنفس المرسوم مع الجامعة الإسلامية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. جامعة اللي باسم دار الفتوى لا تزال حبرا على ورق. الجامعة الإسلامية التابعة للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رفع مستواها الإمام عبد الأمير قبلان الآن من الجامعات الأولى، وخرجت أجيال الآن في كافة الحقول. هذا نجاح يعني منقطع النظير فيه. يعني كان بعيد عن الأقوال وقريب من الأفعال، كان دايما ترجمي عملي. ومستشفى الزهرة يعني كان مستشفى ثانوي بين مجموعة المستشفيات الكبرى في بيروت، الآن أصبح واحد من المستشفيات الأولى في لبنان في بيروت. ففي إنجازات عملية، لكنه لا يتحدث، هو بطبيعته لا يتحدث عن نفسه ولا يتحدث عن إنجازاته وأعماله، لكنه رجل خير ومحبي. الذي يجالسه حتى في المؤتمرات الرصينة جدا يشعر في قدرة خارقة لتمرير رسائل من خلال الابتسامة. هذه ميزة حقيقة كانت عنده، لأنه مؤمن بنفسه، مؤمن بدوره، ومؤمن بقدرته على الإنجاز، ومؤمن بقدرته على الإقناع عن طريق المحبة وليس بالصوت العالي ولا بالتهديد. وكان عنده رسالة كمان هيك يستكملها، كان دايما يردد هذا الموضوع أمام أصدقائه إن كان يعني الإمام المغيب موسى الصدر أو حتى الإمام شيخ محمد مهدي شمس الدين، يلي كانوا كلهم عم يدعوا للحوار للانفتاح للعيش المشترك مش بس بلبنان وإنما بكل المناطق المجاورة. اليوم أيضا كان يلعب دور جدا أساسي على الصعيد الثقافي، كان عنده كتير من البحوث والأبحاث يلي أغنى من خلالها المكتبة الإسلامية الوطنية. قديش اليوم بتحس المكتبة اليوم هي بحاجة لبحوث أكثر مثل يلي يعملها سماحة العلامة، وشو الطابع يلي تركه بهيدي المكتبة؟ شوف الحياة منها جامدة ولا تقف عند حدود، الحياة حركة دائمة، تطور دائم، تغير مستمر. فالفكر حتى في الفكر الديني، إذا لم يكن الفكر الديني متحرك ومتطور ومواكب لهذه المتغيرات سواء في العلاقات الإنسانية أو في مفهوم العلاقات وترجمتها مع الإيمان نفسه. فدائما المجتمع يحتاج إلى فكر جديد لمواكبة تحديات العصر. صحيح، لا يوجد فكر لكل عصر وزمان في ثوابت. يعني نحن في القرآن الكريم نقول
أنه صالح لكل زمان ومكان، لأنه يتحدث في العموميات، صحيح، في الأساسيات، ويترك المجال للإنسان حتى يعني يجتهد في استخراج الأحكام التي تناسب عصره. نعم. ولذلك نقول بأن النص القرآني نص مقدس ونص ثابت ومطلق المعرفة. نعم. أما فهم النص فهو إنساني، وكل ما هو إنساني مفتوح على الخطأ والصواب. صحيح. لذلك نحن لا نقدس الاجتهاد، نقدس النص. المجتهدون يقدمون أفضل ما عنده، لكن لفترة زمنية عندما يتغير الزمن وتتغير المعطيات نحتاج إلى فكر جديد. هذا ما قام به الإمام عبد الأمير والإمام شمس الدين والإمام موسى الصدر والمفتي حسن خالد، كل أئمتنا الكبار اشتغلوا على مفاهيم هذا. نحن في لبنان في مجتمع متعدد مذهبيا ومتعدد دينيا، نحتاج إلى علماء يواكبون الحياة المشتركة ومتطلباتها والتزاماتها حتى يضيئوا الزوايا المغلقة ويفتحوا الأبواب أمام مسيرة هذه الحياة المشتركة من خلال الاجتهادات، وكان منهم الإمام. صحيح. وكان قريب أيضا من الشباب، واللغة يلي يحكي فيها يمكن مثل ما حضرتك ذكرت طبعا فيها ثوابت، ولكن لغة مبسطة كان بيفهمها جيل الشباب، بيفهمها عامة الشعب اليوم. يعني إضافة لكل يلي عم نحكي عن سماحة العلامة، كمان قديش كان في تعاون اليوم بين اللجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي وبين المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؟ مش قصة التعاون، كان في تكامل. صحيح. لأنه لجنة الحوار تمثل المرجعيات المسيحية والإسلامية تمثيل مباشر، تمثيل كلي، فكنا على تواصل وتعاون دائم. يعني كل المواقف التي تصدر عن القمم الروحية الإسلامية المسيحية كانت يعني تعد بالتعاون مع هذه المرجعيات. وكان الإمام عبد الأمير الله يرحمه منهم، يعني اللي كنا نتواصل معه، ومش أصلا ناخد بركته في النص، نناقش النص معه وناخد الأفكار منه كما نفعل مع القيادات الروحية الأخرى. ولذلك هذه اللجنة كانت تمثل المرجعيات الدينية وتتحدث باسمها، وعندما يكون عندها الحق والصلاحية لتتحدث باسم 18 مرجعية دينية مختلفة، معناه أنها تعرف تماما ماذا تريد كل مرجعية. صحيح. ما هي حدود المسموح بالوصول إليها أو بالتوقف أمامها. نعم. هذه عملية دقيقة جدا كانت ولا تزال، ولذلك منذ تأسيس هذه اللجنة الوطنية في عام 93 ومستمرة حتى اليوم، وكان الإمام عبد الأمير من كبار مؤيديها ومشجعيها. طبعا دكتور، قبل ما نكفي حوارنا رح ننتقل للزميل جو مباشرة من مقر مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. شكرا لك إيفلينا. مشاهدينا عن جديد بصبحكم بالخير لليوم بهيدا النهار الحزين طبعا من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. بينضم لي سعادة النائب حسين الحاج حسن، سعادتك أكيد منتابع حوارنا لبين ما تحضر الصورة كاملة عند الزميل جو، منتابع الحوار مع
دكتور محمد السماك أمين عام لجنة الوطنية للحوار المسيحي الإسلامي بلبنان. ومنكفي هيك نتعرف أكثر عن سماحة العلامة الراحل. اليوم الوطن كمان في كل اللي انضموا لنا من الضيوف قالوا ضروري الوطن يضل أو حدا يقدر يستكمل مسيرة سماحة العلامة. شو رأيك بهذا الموضوع؟ هو المسيرة في إطار المجلس وبدأت مع الإمام المغيب موسى الصدر وأخذت مداها مع الإمام محمد مهدي شمس الدين الله يرحمه وتبلورت أكثر مع الإمام الآن. ولذلك هناك مسيرة مستمرة متكاملة وثوابت، يعني في ثوابت إيمانية وثوابت وطنية، والاثنين يشكلان القدمان التي يمشي عليهما المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. فنحن مطمئنين يعني ما إلى هذه الاستمرارية. هلأ مين بيكون يتولى حمل الأمانة من بعده الله يرحمه؟ هذا موضوع شكلي، لكن الرسالة هي الرسالة، هي دائمة. والمؤتمنون على هذه الرسالة في المجلس كثر الحمد لله، يعني في علماء ومؤهلين. هذا موضوع داخلي لا ليس يعني الآن حديث بشأنه، لكن المجلس يؤمن برسالة إسلامية ويؤمن برسالة وطنية ويؤمن بتكامل الرسالتين. صحيح، هذه الإيمان بالتكامل هو أهم عمل تقوم به هذه المؤسسة الدينية. صحيح، اليوم بهذه الفترة يعني عم نشوف للأسف الكثير من الخطابات التصعيدية، عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير هيك من الشرذمة خاصة بين المناطق بين الطوائف. وحضرتك يعني أمين عام اللجنة الوطنية للحوار المسيحي الإسلامي يلي كمان كان يدعي لإله الراحل سماحة العلامة، اليوم قديش نحن كنا بحاجة لإله بهيدي الفترة الصعبة؟ والله شوف، نحن كنا بحاجة إله وما زلنا بحاجة إله، بمعنى إيمانه بالوحدة الإسلامية وبالوحدة الوطنية وعمله وتفانيه من أجل تحقيق هذه الوحدة والتزامه بالخط العام للمجلس الإسلامي الشيعي المستمر منذ لحظة تأسيسه حتى اليوم. وهذا يعني ليس مجرد اجتهاد مرحلي، هذا يعني اجتهاد بنيوي تأسيسي يقوم المجلس عليه، قاعدتي الوحدة الوطنية والوحدة الإسلامية ما بيتخلى عنهم، مثل دار الفتوى نفس الوضع، مثل دار الطائف الدرزية، مثل بكركي، مثل الكنيسة الأرثوذكسية إلى آخره. ففي عنا الحقيقة نحن في لبنان ميزة خاصة نعتز فيها، وهي أن الوحدة بين الكنائس أو الوحدة بين المسلمين مرتبطة بالوحدة الوطنية، وهي جزء من الوحدة الوطنية وليست على حساب الوحدة الوطنية. بعض المجتمعات الأخرى تعاني من هذا الانفكاك والانفصال بين الديني والوطني. نحن متداخلين، في تكامل، نعتبر أن الوحدة بين الطوائف الإسلامية أو بين الكنائس المسيحية هي جزء ضروري من الوحدة الوطنية وليست منفصلة عنها وليس على حسابها. هذا التداخل اللي كرسته سياسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أيام عبد الأمير قبلان الله يرحمه وشمس الدين كما قلنا، وبدار الفتوى وبكركي
والكنيسة الأرثوذكسية ولا فهذا هذا شيء الحقيقة يعني ما بدي أقول يتميز به لبنان، لكن يعتز به لبنان بأنه يترجم عمليا على أرض الواقع وليس مجرد شعارات. يعني هذا الأمر موجود كرغبات وحتى كشعارات في مجتمعات أخرى، لكن في لبنان نحن في نعيش وسط مأساة للأسف، مأساة كاملة، لكن الذي يضبط عدم انفلات هذه المأساة وعدم استغلالها وجود هذه الروحية التي تقوم تبثها المرجعيات الدينية المسيحية والإسلامية. وكمان تصديقا على حديثك، يعني في شعار كان دائما يتميز فيه الراحل سماحة العلامة، كان دائما يقول متى كان الوصل لا يجوز الفصل. يعني لما احنا بنقرر نكون نقطة وصل بين بعض ما في شيء بيقدر يفصلنا. اليوم كيف كان يترجم هذا الموضوع أكثر وأكثر على الأرض من ناحية ما بين الناس أكثر ما بين الفعاليات أو ما بين يعني الفعاليات الطائفية؟ شوف دور الإمام في مد جسور التواصل مع الجميع، كل المرجعيات تقوم بنفس الدور، لكن في شيء خاص فيه هو شخصيا، هذه المحبة. يعني تشعر كأنه في براءة طفولي، حب طفولي يعبر عن عمق الصدق في مبادراته، ولذلك كان من السهل أنه نتفاهم معه. حتى المرجعيات الأخرى عندما تطرح قضايا شائكة كان يطرح الإمام شمس الإمام عبد الأمير قبلان وجهة نظره بشيء من اللطف والمحبة بسلاسة والتبسيط، لدرجة أنه كنا معتنين القصة أخطر من هيك. لا يعني يبسط الأمور، يسهلها، ويجعل قبول الأمر المعقد الصعب أمرا سهلا للتعامل معه. يمكن هذه الحكمة اللي كانت موجودة عنده. يعني اليوم شخص مثل سماحة العلامة يمكن عنده كل مثل ما بيقولوا اذا بدنا نقدر نسميها الكماليات بالتعاطي، ولكن الكاريزما يلي كانت عنده وحبه للناس وقربه من الناس، كيف كان يسمع لهم، كيف كان دائما يستقبلهم قريب منهم، كان يتنقل اوقات سيرا على الاقدام، وبعض الجرايد مرارا وتكرارا نقلت هيدا الموضوع. اليوم قديش التواضع كان يعني هيك عامل إحاطة لسماحة العلامة؟ شوف التواضع ممكن صفة جيدة تنسب لسلوك يعني للإشادة بتصرف أو بسلوك شخص معين، أو لكن أنا ما في امتدح الإمام عبد الأمير قبنان لتواضعه، لأنه هو التواضع. يعني ما كان سلوكه سلوك متواضع، كان هو شخص يعني من تلقائيته يتصرف بهذه روحية، مش تواضع، بمحبة. كان يحب الآخر، يحب الناس، ويحب المساعدة الناس. يعني شفته في ظروف عديدة كيف كان يبكي وأنا لا أبالغ، يبكي لألم عائلة معينة، وكيف كان يبادر من ماله الخاص إلى المساعدة. الحقيقة كان الإمام الراحل في هيك عمق إنساني وشفافية وصدق بالتعامل. بعتقد أنه الله يرحمه، الله يرحمه. أكيد شكرا، أنا بتأثر فيه مع الله يرحمه. عظم الله أجركم وأجور كل اللبنانيين اليوم بهيدي الخسارة.
أكيد يعني دموعك بتمثل دموع كل اللبنانيين اليوم على هالخسارة على القامة الوطنية. شكراً لك دكتور محمد السماك أمين عام اللجنة الوطنية للحوار المسيحي الإسلامي على حضورك معنا والحوار معك يعني أغنينا إن كان من الناحية الثقافية وكيفية التعاطي وأغنينا أكثر بمعرفة سماحة العلامة. شكراً لك. مشاهدينا أكيد متابعين مجموعة من اللقاءات مباشرة من مقر مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومنرجع منذكر بأوقات تقبل التعازي يلي رح تمتد من اليوم واللي كانت من مبارحة لنهار الخميس. بكرة رح يكون يعني رح يصلى على الجثمان الطاهر لسماحة العلامة عند الساعة 2 بعد الظهر، وطبعا تقبل التعازي ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى 6 عصرا، وطبعا بتمتد لنهار الخميس. وأكيد بنرجع منعزي كل اللبنانيين بهالخسارة يلي هي على صعيد الوطن. وأكيد بنرجع بننتقل هلأ لمقر مجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونرجع منعزيكم ومنعزي كل اللبنانيين بهالخسارة. شكرا لكل يلي تابعنا. رح نختم مباشرة هلأ من الاستوديو، وأكيد كل التفاصيل نرجع من وفيكم فيها. الدنيا لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة. الدنيا لا تدوم، ستفنى وتتغير وتتقلب، فعلينا أن نكون مع الناس في سعادة وفي سلامة وفي خير وفي مرحمة.